صباحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي والأوروبي. وانتو سعداء أكيد في متابعتكم، نتشرف في مداخلاتكم وكل ما هو جديد بالساحة الأوروبية. إن شاء الله بنسلط عليه الضوء في برنامجكم. وانتو ضيف حلقتنا اليوم لاعب نادي الجهر السابق ومدرب نادي الصليبخات الحالي أحمد عبد الكريم أبو خالد، حياك الله في وانتو. رحيك أبو سالم، وأنا أصبح عليك وأصبح على السادة المشاهدين، وأنا سعيد جدا بالتواجد معاكم على الكباتن ومع في البرنامج المميز. حياك الله يا أبو خالد. أحمد عجب أحد الرواد، صبحك الله بخير. أصبح عليك محمد على السادة المشاهدين على رواد البرنامج، وبقول كلمة حق كابتن أحمد عبد الكريم، أقسم بالله العظيم وأنا صغير يعني بداية التسعينات ل ما أدري 94 95 تقريبا. لا تصغر السنة اللي أخذت فيها، لا تصغر نفسك، أخذت فيها هداف الدوري 94 كنت من المعجبين فيه قسما بالله العظيم كلمة حق. ما شاء الله. فدارة الدنيا سبحان الله، شوف الحين قاعد عنده. فمن الناس اللي تأثرت فيها وأنا صغير للأمانة. يستاهل أبو خالد. يستاهل أمانة، يستاهل. نعم. وخصوصا أنا كان نادي صغير. نعم. وأنا ذاك الوقت كنت يعني توني. زلنا جهراوية. ليش تقول نادي صغير الجهرة؟ يعني أنا كنت حتى على نادي الساحل بالنسبة للأندية الكبيرة يعني اللي صاحبة بطولات أنا أقصد. نعم. ولا جهرة بالعكس يعني هالسنة إن شاء الله تبارك الرحمن. نعم. فتشرف إني أكون مع أبو خالد. بس في اختلاف بينكم بعجب. اثنينكم مهاجمين، هو راح للتدريب وأنت رحت للإدارة الرياضية. والله أنا كنت أتمنى أروح تدريب بس كلش مو ماشي معي تدريب. مو ماشي معي. خلينا نرحب ضيوفنا ورواد المميزين أحمد. محمد سهيل صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور، صباح الخير عليك وعلى الكباتن والساده المشاهدين، ونرحب بالكابتن احمد الكريم كذلك. نقول حق ابو عجب الحمد لله على السلامه، وان شاء الله نقدم حلقه مميزه اليوم. محمد ليش تدور مشاكل؟ وين مشاكل؟ وين الكل قاعد يقول الناس محمد تمسك معي ولا تمسك معي؟ لا وجات النظر صريحه تمثل يمكن عشاق ريال مدريد، لكن اللي مشجع ريال مدريد دائما زعلان عليك، ليش؟ يمكن هم حساسين شويه ما يتقبلون، يعني يمكن البعض يبي بس امدح فريقه، امدح اللي عند الفريق الشيء اللي ينتمي له، يعني ما يتقبل الانتقاد، هذا شيء مو من عندي انا، شيء من عنده هو. يعني شيء هذا احنا قاعد نلاحظه بعد، وبعدين بعد في سوء فهم من عندهم شوي. زين محمد اقول لك سؤال صريح وتجاوب بكل وضوح. محمد انت تقول وجهه نظرك يعني مبنيه على عاطفه ولا عشانك مدريدي وما تبي تزعل المدريدي؟ دام انه وجهه نظري قابل للنقاش، انت مالك حق تحددها عاطفه ولا واقع ولا مالك حق. لا بس بشكل عامي. لا لا طبعا اكيد انا ما طلعت المحل هنا الا اني مدريدي، صح ولا لا؟ نعم هذا فكره. لما اتكلم كمدريدي، ما اتكلم خل نروح من المدريدي الى تشيلساوي، احد المميزين الرواد سلمان عواد وطلال، صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير محمد، صب عليك وعلى الساده المشاهدين وعلى اخواني رواد البرنامج وعلى اخوي ابو خالد للأمانة يعني يشرفنا اليوم. أنا متأكد أن أحمد راح يثري البرنامج لأن مثل ما كان لاعب مميز الأمانة الآن مدرب مميز ومحلل مميز. بس أحمد دائم يحللها يخليها كوميدية يسهل لك المسألة. اثنينكم كنتوا لاعبين بالجهرة سابقين، واثنينكم رحتوا لمجال التدريب بطلاب. أي أحمد يعني يمكن لعبنا كذا موسم انا وابو خالد، ولي الشرف اني لعبت وياه يعني من مصعد الفريق الاول. احمد كان متواجد بالفريق الاول لين بطل احمد، وانا يمكن بطلت بعمر مبكر، بس كان احمد شويه بس كان يقعدك احتياط صح؟ ايش احمد كان اذا ما قعد لاحمد عبد الكريم قعد حق منه احتياط. احمد يستاهل. ورحنا مع بعض التدريب، وللامانه انا استفدت منه كلاعب وايضا كمدرب. خلينا ندردش مشاهدينا ويا ضيفنا عبد الكريم ونقول له السؤال الاعتيادي، ميولك الاوروبيه ابو خالد؟ كنادي اوروبا طبعا. في اوروبا مدريد، ريال مدريد. ليش شجعت ريال مدريد ابو خالد؟ شخصيه البطل، عنده شخصيه البطل. ايه مدريد في اي يعني متى بلشت تتابعه او تشجيعك له؟ يعني يمكن بدايه ال 2000 وشوي 2000 مع انتقال زيدان من اليوفي ولا قبل؟ انت بتروح لزيدان، انا داري بتروح لزيدان وتبي توصلني لزيدان، وان زيدان قبل ان فرنسا ضد البرازيل والامور هذه. لاني انا اعرف ميولك. لا تقريبا ابو خالد مدريد و2000 يعني المفروض انت من قبل يعني سكر نفسه بعد تقريبا يعني ممكن كان يعجبني برشلونه في ال 94 يمكن 95 لانه كان في لاعبين في يمكن روماريو قبل مميز فكان اميل شويه في بعض الامور. نعم. لكن عموما يعني مدريد الافضل. نعم ابو خالد اكيد لما كنت لاعب في المراحل السنيه في لاعب قدوه محلي بالنسبه لك يعني كنت تطلع له؟ والله كثير ابو سالم، يعني لو بتكلم عن واحد ولا شيء، تعرف المرحله اللي كنا فيها احنا كان لاعبين كبار صراحه، والحين موجودين لاعبين كبار، لكن
الجيل السابق يعني قدوة بالنسبة لك. في كثير من المهاجمين كانوا مميزين صراحة أيامها. الأبرز يعني أيامها كان علي مروي، كان حمد صالح، كان بشار متوه طالع في في الفترة الأخيرة. لا هذول يعني زاملوك في نفس الجيل اللي لعب وياك. لا اللي قبل نواف جديد يعني كان وياي. أنا بالنسبة لي كنادي الجهرة نواف جديد كان مميز. عالميا مهاجم كنت أحبه؟ أنا أحب قبل روماريو، الأفضل عندي رونالدو البرازيلي. الأفضل 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 رونالدو. أنا أعتقد ما في أفضل من رونالدو البرازيلي. يعني مو أقول رباط صليب بالركبتين وكمل يجيب كاس عالم، هذا أمر يعني معجزة، يعني شيء معجزة صراحة. استمتعت بتجربتك أكثر كلاعب ولا كمدرب؟ الاثنين. أنا مستمتع صراحة استمتعت كلاعب في أوقات كثيرة، لعبت في لاعبين كثير. يمكن بطلال المساء تكلم أنه لعب وياي، وأنا تشرفت أني لعبت ويا بطلال. بطلال لعب كبير أيضا، أخوي أبو عجب يعني صراحة أشكره على الكلام اللي قاله بحقي، وأنا كنت أتابع أبو عجب صراحة وكان هداف مميز حقيقة يعني. نعم. موقف بينك وبين أبو طلال لما كنتوا في أبو طلال؟ كنت أنا متصدر الهدافين وقطعت الكورة. ما أنسى السالفة هذه، ما أنسى أبو طلال عبد. والله ما أدري منافس. لحظة خلي لحظة أبو خالد عيد، لأن سلمان ما راح يخليك عيدها. وبس شوي شوي هدوء سكتوا عشان أقول. لا سكتة سكتة مخرج نقطع الصوت عن سلمان. أوكي. أنا كنت متصدر الهدافين أعتقد، وكان وياي حمد صالح، كان في منافسة وكنا لاعبين ويا التضامن. فأخذت الكرة أعتقد وعطيتها بطلال طاف الحارس وأنا وياه، سجلها وقال لي اسمح لي بعدين أو شغل. قلت ليش ما أعطيتني، ليش ما أعطيتني قولتها؟ عشان يقول نسيته. ما كان في سيارة حتى في الدوري شبح أذكر سنتها على فكرة. قبل لا يسجلها، قبل لا يسددها، لأن أنا وياه بالقول يعني القول شي برا. قلت له الكلفين، قال لا سددها وشاف بطلال. ليش ما لعبتها باص؟ والله هداف الدوري كان له سيارة وشبح مرسيدس. هذا الكلام من 21 سنة. أيوة. الحين اقول له والله لا الحين احمد بوقتها ما ادري، لان احمد هو اللي ضغط على الحارس. اذكر احمد مطر حارس التضامن وانتهت النتيجه. اذكرها كانت بعد 5-2 او 5-1 على التضامن. احمد ضغط على الحارس وقطع من الكره، احنا ضاغطين على الاثنين، جت الكره قدامي طاف الحارس والكره سهله تلعبها سهل. الجول فاضي انا واحمد، كان احط اشوف مو فرحان احمد بتعمل يجيك، كان يقول ليش ما اعطيتني؟ قلت والله ما ادري. بطلال تبي الصدق المفروض تعطيه انه نسيت اصلا اخر مباريات اخر الموسم، يعني لازم تفكر بصالح. لحظه ابو سالم انه بعد ما سجل هدف راح ركض انه ما احتفل، وعزمني بعد 20 سنه على معون كباب مشهور، قال عوضك او شيء او شيء. وخالد شنو طموحك ان شاء الله تدريبي؟ والله شوف انا الحين ادرب صلب خط. طبعا اكيد طموحي كطموح اي مدرب او لاعب او شيء ينظر للافضل. يعني انا قاعد ادرب افكر الافضل ان شاء الله، وين ما اوصل افضل افكر في الافضل ان شاء الله. في نيه يعني اذا قدم لك عرض نادي الجهره انك كنت لاعب سابق لا انك تدرب الفريق الجهره؟ طبعا نادي يعني ما يحتاج ابو سالم، انا ولدهم يعني. نعم. انا وابو طلال بعد نفس الشيء، احنا عيال الجهره يعني. صحيح. انت صليبي خالد هو بالسالمي. واحنا من يمكن ابو طلال نفسي انا من 10 سنين وانا بالجهره يعني، تدرجت في المراحل كلها، وانت ابو سالم ويانا قبل. نعم. ما يحتاج. نعم. زين فتشرب بالعكس ان اكون مدرب. شوف في نفس موقف على نفس السنه هذه اللي كان بطلع واحده ضدك الحين، بس وقفنا وياه. كانت مباراتنا مع الشباب، كان فولا مدربنا اذكره. فالشوط الاول يعني طوف الجول نعطي احمد، احمد ذاك اليوم ما الله موفقه، كره بالعارضه، كره بالقائم، كره بالاوت، كره لدرجه انه احنا قاعد نطوف احمد ندور احمد. فبين شوطين قال مدربنا انا يبغى، انا ما العب على هداف، انا جاي بفوز. كنا يعني بمركز ثالث وقتها، كنا يعني فريقنا زين. فغيره الكل ثار، لا لا المدرب قال ما في، احمد يطلع ودي. انتهت 4-0 احمد. بس على فكره ابو سالم احنا ما يمكن نتكلم ونزيد وقت. ابو طلال المباريات اللي لعبها حقيقه هذه يعني حتى خلف السلامه يعني الله يذكره بالخير، مميزين جدا في تسجيل اهداف في مباريات صعبه، وحتى في مباريات صعبه يعني شال الفريق وسجل اهداف مميزه. ابو طلال كان مميز، لكن كان عسكري تعرف، وشوي متمرد عسكري متمرد، فالتمرين عنده مشكله. دردشه جميله وياك المحليه، لكن برنامجنا اوروبي. مشاهدينا هل تعود الابتسامه لجماهير ارسنال؟ شوفوا التغرير ونرجع وياكم. يبدو أن الأمور في أرسنال لن تتوقف على رحيل أليكسيس سانشيز،
فبعد التعاقد مع هنريك مختريان من مانشستر يونايتد توصل الأرسنال إلى اتفاق لضم النجم الجابوني أوباميانغ بصفقة تصل ل 62 مليون باوند. المهاجم الذي يعتبر هدافا بالفطرة حيث سجل 98 هدفا في 144 مباراة مع دورتموند، وهو هداف دورتموند في المواسم الثلاثة الأخيرة على التوالي، كما حصل على هداف الدوري الألماني في الموسم الماضي ب 31 هدفا. جماهير الأرسنال تعقد آمالا كبيرة على هذه الصفقة التي بكل تأكيد هي صفقة مؤثرة من جميع الجوانب سواء الجماهيرية أو التسويقية. فهل يستطيع أوباميانغ أن يعيد الابتسامة لأرسن فينجر وأرسنال؟ نعم مشاهدينا، الأخبار كلها تؤكد اتفاق ما بين دورتموند وأرسنال، وقيمة الصفقة تقريبا ب 62 مليون يورو. وفي أخبار من قبل أن نطلع هوا في حلقة اليوم أن أوباميانغ ممكن يكون في أرسنال خلال 24 ساعة. وعجب رأيك في هذه الصفقة؟ انتمت صفقة كبيرة، بس أنا استغرب مو من استغرب من ريال مدريد، من ليفربول، من الفرق اللي تلعب الشامبيونز وتحتاج مهاجم. يعني وانا بلقى احسن من أوباميانغ؟ جاهز وهداف كبير، وبعدين على حسب الكلام انه كم مره قط على مدريد ويبي مدريد. نعم. لعب الشامبيونز مجموعه الريال مع توتنهام. صحيح لعب الشامبيونز. ممكن ابو عجب اسمع ارقامه مع دورتموند، لعب 144 مباراه سجل فيها 98 هدف، يعني تقريبا 100 هدف من 144 مباراه. لا لعب هداف، يعني ما عليه كلام. اعتقد انه صفقه كبيره حق الارسنال، وحين مشكلة أرسنال شو بيسوي؟ يعني خذا توه بعد شو اسمه مختاريان. أعتقد أرسنال قاعد يمشي بصمت. محمد سير رأيك، يعني ممكن يعوض مختاريان تمت رسمياً إيه؟ وممكن أوباميانغ، وكانوا اثنينهم في دورتموند، وفي آخر الأخبار إنه يجتمعون في جنرز أرسنال. أنا أشوف إن سانشيز، خروج سانشيز من أرسنال هذا راح يفيد أرسنال كثير، لأن اللاعب الفترة الأخيرة كان يسبب مشاكل كثيرة بالفريق، وكان يسبب ضغط حتى حق لاعبينه. الاعلام كان كله يركز على ارسنال بسبب شانشز، هل راح يستمر، هل راح يخرج، هل، فكان يسبب تشتيت ذهني للاعبين. الصفقتين راح يكون تعويض كبير للارسنال، 100% متاكد من نجاحهم. توظيف فينجر لهم لاعبين مميزين، كان سبق ان كانوا الاثنين في دورتموند كان بينهم تفاهم، متوقع نجاحهم بنسبه كبيره، وراح يكونون افضل معوضين لسانشز. محمد، يمكن أكثر الأهداف كانت في تفاهم ما بين مختاريان أوباميانغ، لكن السؤال راح يلعب أوباميانغ، راح يلعب مهاجم على حساب لاجازيت، ولا بيلعب مكان سانشيز؟ شوف يعني مختاريان مكانه هو مكان سانشيز ممكن. زين أوباميانغ هو مهاجم، لاجازيت راح يكون على الدكة أنا أتوقع. جيرود الكلام إنه هو اللي راح يطلع من الأرسنال، وفي أخبار إنه بيروح تشيلسي. نعم. إيه نعم. فهذا الشكل اللي اتوقع. سلمان، اهميه صفقه أوباميانغ لارسنال شنو اهميتها؟ لا انا اشوف انه يعني راح يضيف الارسنال بالنسبه هو انا مو مع سيرنا لاجازيت، ممكن يقعد. انا اتوقع راح يكون هو التارجت، هو راس الحرب او المهاجم الصريح. أوباميانغ مختريان عنده خيارات اكثر من خيار اوزيل، في عنده اربع لاعبين يلعب مهاجمين ولا لا؟ ما اعتقد انه راح يلعب، ممكن يلعب 9.5 او يلعب 9 صريح. ممكن أوباميانغ ممكن يعني ممكن يبدل فيهم اللاعبين. لا جازيت حتى أوباميانغ لاعبين عندهم الامكانيات الفنيه يلعبون في اي مكان، في 9.5، في 9، في 10 حتى، لاعب عنده سجل تهديفي ممتاز ممكن يضيف الارسنال. لكن انا اتوقع انه راح يضيف، ان يعني صفقه ناجحه بكل المقاييس بالنسبه لارسنال. ايش رايك في أوباميانغ ابو خالد؟ انا اشوف انه لاعب هداف ومهم جدا، لاعب لاي فريق ممكن يضيف كثير للفريق. لكن انا بتكلم في ناحيه شويه بالنسبه للارسنال، انا اعتقد مو مشكله في الهجوم بس بالارسنال، لان هجومه قوي جدا صراحه قبل حضور اللاعب أوباميانغ. نعم. لكن اعتقد مشكله كبيره في الدفاع عند الارسنال، لكن اعتقد يحتاج تنظيم دفاعي، مش بس مدافع. ارسنال كل مباراه لو تلاحظ يوصل اكثر من 7-8 مرات للجول بس ما يسجل، ممكن او ما يتوفق بعض المرات. انا شفته ويا مانشستر يونايتد يمكن وصل 12 او 13 مره اهداف حقيقيه، اهداف محققه. نعم. لكن ما كان يسجل، كره بالعارضه الحارس
كان مبدع حارس مانشستر. يعني ما عنده مشكلة. أنا أشوف بالهجوم ما عنده مشكلة، لكن ممكن يكون الفارق إنه عنده إحساس بالتهديف اللاعب. طيب كلامك سليم وواقعي أبو خالد، إن أرسنال يحتاج إلى تنظيم دفاعي أفضل، يملك قوة هجومية، وأكيد بعد إتمام صفقة مختاريان وإذا تمت صفقة أوباميانغ راح تزيد النزعة الهجومية والمنظومة الهجومية تصير أفضل، خصوصا إن فينجر يملك المقومات إنه يطور اللاعبين من ناحية الهجومية. البعض يقول لك يحتاج محور سوبر، لاعب محور سوبر، من بعد غياب فييرا ومن بعد غياب يمكن حتى فابريغاس ما وصل لاعب محور يقدر يربط ما بين المنظومة الدفاعية وما بين لاعبين الوسط وخط الدفاع. بشار اتفق وياك انا في الامر هذا، اتفق 100% في الامر هذا. ارسنال يحتاج الى محور ويحتاج الى قلب دفاع يبدا الهجمه لانه ويكون هو ارسنال مشكلته في السنوات اللي طافت انه يبدا بدايه قويه لكن بعدين يتعثر. اعتقد تنظيم دفاعي، انا اشوف اللاعب هذا كان افضل يروح اتوقع لتشيلسي. تشيلسي وجهه نظري بعد لا وجهه نظري لتشيلسي. ليش؟ تشيلسي بالناحيه الدفاعيه بالتنظيم الدفاعي ممتاز جدا، طريقه المدرب كونتي انه يلعب في 5-3-2 يخلي اللاعب، فيحتاج اللاعب سريع في الهجمه المرتده مع هازارد يخلي في نص الملعب. اعتقد ان انا اشوف انه مناسب لتشيلسي اكثر. طبعا يمكن انا اتوقع ريال مدريد او يمكن بعجب تكلم على ريال مدريد، لكن ريال مدريد الفرق هذه لهم نظرة في اللاعب إنه ممكن ما يفيدهم أكثر أو ما يعطيهم القوة أكثر نفس بعض اللاعبين. طيب في أخبار إن جيرو في حال تمت صفقة أوباميانغ بينتقل لتشيلسي، وانت كلمت إن أوباميانغ بيخدم تشيلسي في المساحات حسب أسلوب كونتي، لكن الأخبار اللي طلعت إن كونتي ممكن يلعب على الأطراف وبالعرضيات فيحتاج لاعب تارجت مهاجم، ففي توجه على جيرو. هل الصفقة إن تمت راح ينجح مع تشيلسي؟ أنا أشوف جيرو نفس يعني نفس ستايل اللاعب الريال مدريد اللي مع تشيلسي المهاجم موراتا، نفس ستايل ما راح يفرق كثير عن موراتا، لكن أوباميانغ سريع جدا، يعرف وين يوقف، يعرف متى يتحرك، مزعج وإحساسه على الهدف ممتاز، على الجول ممتاز. عجب في خطر على ليفربول من أرسنال، الفارق بينهم 5 نقاط على صراع مقاعد دوري الأبطال. شوف اول انا كنت اسمع كل الخطر من نفس الخطر من، يعني احنا ما كنت العب الغاتسيه خاف من الغاتسيه من الغاتسيه اللي هم اللاعبين الغاتسيه، الحين انا عرفت المقوله عدل ان الخوف من ليفربول من ليفربول، يعني ليفربول يفوز على مانشستر سيتي المركز الاول خسر لعبتين ورا بعض من 20-19، فاعتقد ان اكيد في خطر مو من بس الارسنال، يعني من كل حتى من الارسنال من توتنهام، فأعتقد أن ليفربول ما راح يشتري، الواضح أنه ما راح يشتري، فصعب يتأهل. أعجب كل صراحة تمنيت أوباميانغ في ليفربول جدا، كنت أتمناه مو من الحين، أتمناه من قبل لا يدش يناير وممكن متوقع بيني وبينك. نعم أنا مثلا لما قلت أنه ما يشارك كنت لأن فترة من فترات كنت أفكر برويس أنه ما كان مسجل معاهم، فعشان رحت على دورتموند مو مشارك. طيب فيرمينيو متألق وياك؟ متألق جدا، بس فيرمينيو بروحه شو بيسوي لك؟ لازم بديل، وتجيب أوباميانغ عشان يكون بديل، يعني تكون مداورة بينهم، يعني مش شرط يلعب، ممكن يلعب طرف، ممكن يرد فيرمينيو، فيرمينيو يقدر يلعب ورا. هل ليفربول يبي له كثير؟ ليفربول انا وجهة نظري قالوا دفاع دفاع دفاع، جاب لاعب ب 75 مليون شنو بفاده؟ انت يبي لك منظومة دفاعية معه نص متاخر. بما اننا قاعد نتكلم عن ليفربول ترى في اخبارنا ممكن ستورج يطلع رسميا ستورج الى وست بروميتش إعارة. شوف انت بلشنا بالانتقالات، راح ستوريج راح كوتينيو والناس قاعده تشتري، فانا ماني عارف كلوب شنو بيسوي. اذا المشكله مشكله كلوب، وما اتوقعها مشكله كلوب، اتوقعها مشكله اداره نادي، لان السنوات اللي فاتت كلها انا شفت حتى الحلقه امس يعني لما تكلم بنجود نعم قال ليفربول دافع 75 مليون، هو دافع 75 مليون بس بايع ب 120 مليون يعني 160 160 خروج ستورج يعني ما راح ياثر، يعني لاعب ما يستخدمك مهما كان تحتاجه، يعني لو مو متعود محتاج اللعبه اللي فاتت على الاقل. ما عنده مهاجم يعني حتى في الوقت اللي كان يداور فيه اللي كان يطلع صلاح دقيقه 60 يطلع ماني ما كان يلعب، كان متعود اذا ستورج جاهز يكون موجود على الاقل، اذا مو ستورج فتره دائما متعود ستورج متى ما كان متعود. انت تشوف انت جسمك لاعبين يروحون منك وانت ما شريت ولا لاعب، يعني اي نادي حنجرد. انتم كلكم سمعتوا تصريح فينجر او تصريح ظهر نادي الارسنال قال اذا ما رحنا يروح تشيلسي الا لما نشتري مهاجم. صحيح شرب أوباميانغ الحين يقول له تفضل. محمد سيري تشوف أوباميانغ لو منتقل ريال مدريد بيخدم ريال مدريد؟
تمنيت طبعا لاعب امكانيات كبيره طبيعي انه بيقدم الاضافه، ولكن انت قاعد تتكلم عن لاعب مميزات مشابهه او فيها تقريبا مميزات كريستيانو رونالدو وبيل، السرعه ولاعب يبحث عن المساحه دائما. فانت يعني لما تجيب تلعبه مكان منه لازم مكان واحد من الاثنين، لان انت العنصر الثالث اللي يكون موجود مع الاثنين لازم يكون لاعب صاحب لمسه قبل الاخيره. نعم، وأوباميانغ مو مؤهل لمكون مكان هذا. عشان أكون منصف بعجب، أمس في حلقة أمس حمود الدحاني ومحمد سهيل قالوا ليفربول حاليا ما هو فريق كبير، فلك لا أنا ما قلتها، لا 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 تقولني إياها، أنا ما قلتها. شنو قلت؟ اللي قاله منجود. أي اللي قاله أنا منجود. قلت جماهير ليفربول ليفربول طموحهم لازم يكون أكبر من هذا، الدليل بمعنى أن جماهير ليفربول نادي كبير. حمود انت قولت حمود تاخذ دور حمود اخذ دور لا عادي بالعكس ونجود يعني يقول حاليا ما هو فريق كبير طموحه تغير كلامه صح مو بروحه 6 سنوات لا لا كلامه صح كلامه صح ليفربول مو كبير بس مو بروحه يعني ارسنال ليفربول ارسنال مانشستر يونايتد يقول لك لا العام محقق 3 بطولات اليونايتد يا رجل مني تستخدم كاتب قصوا علينا انتم الله والله الله يسامح برشلونه جمهور برشلونه اول إيه؟ تذكرون الكاس صح كله بالاحتياط بس صح. جابوا السداسيه الكل قام يلعب بالكاس لا بس كابتن بطلال بطلال لا تقول لي لا ما لا, لا الكاس من متى الكاس ليه كاس العالم الانديه 2005 ليفربول لعب بالاحتياط والله ولا احد الكاس يعني بطوله احسن ما تطلع بدون بطوله ما زعلت على خسارتك في نهائي اليوروبا ليج لا تقول لي اليوروبا ليج غير كان يأهل كاس حققها اليونايتد طيب هي فيها هدف لما تقول لي بطوله فيها هدف هذه لها معنى انا اتكلم عن كاس الحليب كاس مش عارف ايش هذا اللي قاعد اخذ بطلال اخذ كاس الاتحاد وانزل درجه ثانيه وما تاخذ كاس الامير ولا توصل ولا كاس الاتحاد واخذ كاس ولا كاس ولي العهد سمو ولي العهد واخذ كاس الاتحاد مبروك عليك كاس الاتحاد لا زين بالعكس شوف ترى هذه النقطه صح والله يعني لما اخذ اليوروبا ليج واصعد فيها دوري الابطال تقول لي ما لها بطلال منو ما يبحث عن البطوله هذا اليوروبا ليج قبل موسمين انت طالع من النهائي انا اتكلم اي كاس في الدوري الاوروبي في دوري اوروبا في بطولات اوروبا ما له اي معنى زين احمد يعني انا عندي هدفين عندي هدفين لحظه يعني عندي هدفين يا الدوري يا دوري الابطال او ما العب وين يوصلك من يوصلك ابطال اوروبا الكاس ولا الدوري الدوري لما تكون بطل دوري الدوري واليوروبا ليج اذا ما حصلت الدوري مع البيج فور رابع الدوري بتجه لليوروبا ليج على اساس اني اشارك معه رابع الدوري اهم من الكاس يعني صح ولا مو صح انت الكاس كم مباراه تلعب سلمان مشوار طويل اليوروبا ليج ولا اي كاس انت اي كاس اي كاس اي كاس لا 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 تكلم اي كاس في الدوري الاوروبي اي كاس في الدوري الاوروبي 4-5 مباريات لكن هني تلعب 38 مباراه صحيح انا ما حد قال ان الدوري مو مهم لكن انت لا تقلل من اهميه الكاس يعني اذا ما طلعت من الدوري ودوري الابطال مثلا الحين في حاله انت بسنه في حاله ارسنال في حاله ارسنال شنو الهدف مالهم ابطال اوروبا اتوقع صح اني بتاهل اتاهل وشلون اتاهل على اي طريق دوري يا اذا ما حصلت الدوري شلون اليوروبا ليج ما كنا اليوروبا ليج اللي صار امس اللي صار الموسم اللي طاف مع مانشستر يونايتد كان الهدف واضح لازم نعرف احنا ما قلناش على اليوروبا ليج قاعد نتكلم عن كاس الحليب انا قلت بدايه نقاشنا اليونايتد هو اليوروبا حقق اليوروبا ليج معلش بس انا اقصد تلعب فيها كاس اللي خذاها تقول لي ثلاث كوس لا نتكلم عن الكاس المحلي في الدوريات هذا كلامنا انا كاس المحلي في الدوري بس تبقى بطوله مهمه اليوروبا ليج تلعب فيها رد وراح ورد على اليوروبا ليج تلعب فيها سوبر طيب بطل دوري الابطال انت معاه بالكاس انا مو معاه بالكاس وبغير السؤال لك ابو عجب انت وابو خالد يعني تطلع موسم صفري ولا تطلع كاس انجلترا ولا كاس اسبانيا افضل لا مشان خليني اقول لك شغله المشكله وين مشكله تصادف الفرق الكبيره هذه انك تلعب في ابطال اوروبا وقتها تلعب في ابطال اوروبا ممكن تلعب لاعبين الانديه الكبيره يلعبون في تصفيات كاس العالم او ما شابه ذلك فما يهتمون للكاس المحلي فانا وين الهدف مالي وين الهدف الاول نتكلم بشكل او دوري اهميته انت بتطلع موسم بدون بطولات ولا تحقق كاس انجلترا شاري واضح طالع الفرق شلون تشارك شوف ريال مدريد شلون شارك احمد ريال مدريد احمد ريال مدريد فريقك طلع قبل يومين الكل قال لك اقاله زيدان وقال مع ان كاس شلون نقول اقاله الكل جميع النقاد يقول لك اقاله النقاد والجمهور لكن لا مش عارف زين معناته مهم لو مو مهم حتى كذا زين شنو هدف لا لا شوفه مهم يعني الكاس لقب معنوي الفترة الأخيرة لقب معنوي مهم والحين في الفترة الأخيرة الكاس زاد وحتى عوائد المالية للأندية ممكن يعني صار لقب لكن مو الهدف الأول الأخير ولا الثاني الأخير الهدف الأخير في أي بطولة موجودة طبعا هم كلمة مشاري صح لما يقول لك أفضل من ولا شيء يعني صفر ولا كاس لو يقول لك والله أعطني كاس صح وبعدين تأكيد على أهمية الكاس محمد سيل تحضرنا موسم المواسم مورينيو حقق فيه كاس ملك إسبانيا صح اللي هو 2011 وأنشيلوتي حقق كاس ملك إسبانيا إي صح
يمكن مع دوري الابطال إيه؟ فكان في اهميه لاذا بطوله وحيده مع مورينيو ويمكن كانت افضل من يطلع من غير شيء. والدليل طبعًا. وكان والدليل الكلاسيكو بالنهائي لا والدليل محمد خروج موسم لمورينيو خسر في نهائي الكاس من اتلتيكو مدريد في البرنابيو فكان في انتقادات كبيره لانه ما حقق البطوله. صحيح نرجع الحين حق منه حق بنجود احنا كان موضوع بنجود مثلنا بنجود ف بنجود هو اللي قال لا مو اللي ما قال لا على موضوع بنجود انه قال ليفربول فريق مو كبير يعني هذا تبقى وجهه نظر بنجود ممكن اخذت العاطفه كره ليفربول كونه يشجع مانشستر يونايتد ولكن ككلام الثاني باستثناء ليفربول اعتقد انه فاهم وواقعي ومتمكن بتوصيل رساله باستثناء ليفربول. اذا مشاهدينا فاصل وبعدها نتواصل. نعم مشاهدينا في كل موسم نجد اتهامات تحكيمية للأندية الكبار، فهل هذه الاتهامات منصفة؟ نشوف معكم التقرير ونرجع ناخذ رأي ضيوفنا. أن تكون بطلا يعني أن تكون متهما، هذا هو الحاصل في الفترة الأخيرة، فلن تجد أي فريق حقق لقب دوري أو لقبا لدوري الأبطال إلا وتم اتهامه بأن التحكيم كان منحازا له وساعده كثيرا في ذلك. فعلى مدى السنوات شاهدنا العديد من الحوادث التي ساهمت بشكل أو بآخر بفوز فريق بمباراة حاسمة وهامة، لتبدأ بعدها الاتهامات بأن السبب الرئيسي خلف ذلك هو الظلم التحكيمي. فنجد الاتهامات دائما تطال يوفنتوس في الدوري الإيطالي رغم سيطرته على اللقب في الست سنوات الأخيرة، والآن التركيز على برشلونة الذي لم تحتسب ضده أي ركلة جزاء في آخر عامين وبالتحديد لمدة 74 جولة متتالية في الليغا. لكن في الوقت نفسه نجد أن هذه الفرق تعرضت لأخطاء تحكيمية هذا الموسم، وأن هذه كرة القدم ستستفيد من الأخطاء يوما وستكون الضحية في اليوم الآخر. بعد ما شفنا معاكم مشاهدين محتوى التقرير ان كل فريق بطل تصاحبه اتهامات من الخصوم وجماهير اللي ما يكون مشجعين له في ان التحكيم دائما يكون مساعد له. عجب رايك في هذه الاتهامات ان كل فريق بطل لازم يساعد التحكيم. تبلشت بمانشستر بس مو حاطين شيء، حاطين شيء انكاس ولا عندهم بلاوي زرقاء مانشستر. يعني من اكثر الفرق اللي استفاد دور انجليزي مانشستر استفاد بالتحكيم الاهلي. يعني سير أليكس فيرغسون بس يصرخ يعطونا فاول كان. اي بس احنا ترى نتكلم على اي فريق بقول لك انا بستلم هذا بس بالبدايه. اي لانك ليفربول اللي تبي تبلش باليونايتد. لا مو ببلش لك الهوى. اللي يتابع الدوري الانجليزي يدري ان مانشستر خصوصا ايام سير فيرغسون استفاد شغلات كثيره. وبالنسبه للي مسببين لنا مشاكل وصداع لا بس خلنا على اليونايتد. بعجب يعني اوكي الاخطاء التحكيميه يوم معك ويوم ضدك. لا ايوه كلها معه. لا بعجب الدوري الانجليزي كلها معه. لا بس ايام سير أليكس فيرغسون. طيب خلينا نشوف الصوره. ايش قصدك يعني ايام السير اكثر فريق حصل على بلنتيات فريقك ليفربول بعد ارسنال بعد اليونايتد بعد تشيلسي بعد نيوكاسل بعد ايفرتون توتنهام استون فيلا مانشستر سيتي وبلاك بير. طيب يحسب لها بلنتي. شنو ردك؟ اوكي بلنتي. ليش اذا انت ليش تقول لا بعجب بس لك سؤال بعطيك اتاحه فرصه. لو تقول يعني وكلامك كان صحيح ان التحكيم كان مع السير تحكيم مش بلنتيات؟ لا لا انه يكون بلنتيات دائما نشوف اليونايتد. اوكي يمكن بلنتي صحيح الأول. يمكن بلنتي صحيح بلنتي صحيح يمكن البلنتيات هاي بلنتيات صحيحه. في بلنتي انا اتذكر لعبه ليفربول ومانشستر اشلي يونغ يركض دش 18 طاح ما عنده احد حسب البلنتي وراح اوريك اللقطه بعد البرنامج. انت ماخذ ثلاث بلنتيات بالاولد ترافورد مباراه واحده بعجب بلنتيات صحيحه ولا لا؟ طيب انت ما استفدت من التحكيم؟ كل الفرق استفادوا. طيب كلامنا عدل كلامنا واضح ايه؟ انت انا قاعد اتكلم عن مانشستر بالدوري ايام سير أليكس فيرغسون نستفيد دقائق يعني بامور كثيره. والشغله الثانيه اللي مسببه صداع لجميع المشاهدين خصوصا اللي لاهم برشلوني ولا مدريدي المشجعين بشكل عام طاق روسهم من جمهور برشلونه جمهور مدريد مع احترامي لبسهيل. اي مباراه المدريد تعال شوف الغلطات جمهور برشلونه شو يسوي. اي مباراه برشلونه تعال شوف الغلطات جمهور مدريد شو يسوي. صارت ضجه يعني احنا انت تسوي نفس الشيء الحين
على اليونايتد. انا ما بعدين معلش يا ابو عجل عشانك ليفربولي وتكره اليونايتد اكيد تقول. انا لما اتكلم قاعد اتكلم عندكم عني. انا اتكلم التويتر كله لشعبيه جماهير برشلونه ومدريد ممكن انها منتشره اكثر. فعشان كذا قاعد اقول لك يعني بلاوي زرقاء. انت حب التقرير شفنا مباريات بالتقرير شفنا مباريات يعني مباراتين ما يستحقوا كانوا يتهاونون فيها. الحين بتقول لي المباراه الاولى المباراه الثانيه. انا اتكلم عن مباراه تشيلسي وبرشلونه كارثه كرويه. لا 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 هذه هذه بروحها هذه كارثه فظيعه. برجع لك اخذت من شغله هذه ما لها دخل مدريد بالحكام ولا لها دخل بكره القدم نهائيا. كلامه صح يعني مدريد وبرشلونه انقلبت كره يد. لكن انا برجع بس انا بختم يعني مو معقول انت لما قال لك ليفربول كارثه ما يستحق تهاون كان لما قال لك مدريد. اوكي بطلب بعطيك تحت الفرصه بس ابو عجب ترى انت واضح كرهك لليونايتد عشان العداء الكروي مع ليفربول. كره مدريد كره برشلونه لو انه مشجع اليونايتد ممكن يتكلم نفس الشيء. ليش مسكت الحين مانشستر وليش ما لان انت اللي قلت كل المساعدات. طيب انت راضي على كلامي على على برشلونه لما اقول كارثه كرويه اوكي راضي؟ بنتناقش فيه بس معقوله انا اقول كل بطولات ليفربول او كل الحقبه مو كل بطولات انت تقول السير السير كل استفاد. انا قاعد اقول لك استفاد فترات كثيره. ايه استفاد. طيب اوكي قول يعني اخطاء تحكيميه مره معاك ومره ضدك. وقت السير كان اغلب 90% معاه. طيب عشانك ليفربولي إيه؟ اما برشلونه لان تغيرت البطولات الدوري من ليفربول لليونايتد عشان كذي بتقول ابو عجل ممكن كلام مو معقول. بس برشلونه ما تكلمت برشلونه وتشيلسي كارثه كرويه. نخلي بطاله بخلي نكمل إيه؟ بايرن ميونخ ومدريد زعلان. بس ابو عجل ابو عجل قبل امس كنت موجود حاضر بتويتر قبل امس لما استخدموا تقنيه الفار مباراه ليفربول. شفت تويتر شفت جماهير بلوبين ليج شو مسوين ولا شفت يعني لا تقول لي بس جماهير جماهير الشعبيه شعبيه البريمير ليج كثر برشلونه مدريد. لا الشعبيه هي اللي فرقت. أيه الشعبيه هي اللي فرقت الشعبيه. اما يعني اذا بتقول هذه الامور الموجوده هنا موجوده عندكم بعد موجوده بس يعني لا تنزع جماهير البريمير ليج لشعبيه برشلونه ومدريد. العالم كلها تتابع هالامر بسبب شعبيه الشعبيه. يعني احنا متفقين مو مختلفين ولكن الفكره الاثنين موجوده هنا وموجوده بس باقل بسبب الشعبيه. نرجع مره ثانيه نقول بسبب الشعبيه. يعني انا اللي قلتها شعبيه مو انت. انا بلشت كلامي عشان الشعبيه تدري غيركم. لكن الامور هذه موجوده عندكم نرجع. بس الشعبيه اكثر الشعبيه. نرجع لسلمان والكارثه. تقول كارثه تحكيميه هذه معروفه كارثه طلعت الان في المباراه فضيحه القرن. ما فيها يعني اعتقد ما في حتى برشلوني ممكن انه يدافع عن المباراه اللي حصلت في نصف نهائي 2009. إيه؟ والفريق خذ فيها البطولة هذه. اشوف مشال تونا ما تكلمنا اي لا 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 خلصون اوكي متكلم فيها انت في وايد تكلم فيها قبل في لا متكلم فيها وانت بما انه جاء اليوم قاعد تتكلم عن الكوار التحكيم احسن من هالعنوان ما في على مباراه تشيلسي وبرشلونه لان المباراه كانت موجهه رسميا. يعني اعتقد هذه مو اخطاء حكام. احنا قلنا اخطاء الحكام اخطاء بشر يخطئون. لكن اللي شفناه في 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 ذيك المباراه كانت تعتقد انها موجهه ان هذا الفريق لازم انه يمشي في هذا الاتجاه. عوده الى ما قلنا في مباراه الذهاب في اخطاء تحكيميه لبرشلونه. بس مو كذي مشاري مو كذي وندش في مو كذي مشاري. شوف انا بقول لك شغله. دائما الفريق البطل يعني امس برشلونه حطوا الحكم تحت الضغط وتحت المجهر مع انه في اخطاء. انا اعتقد يعني خطا مثل يقول جول سواريز لا انا لو حكم ما حسبها. الكره كانت متوجهه للمرمى ويمكن لمست لكن طريقه يعني ما في شيء هذا عادي. دائما الفريق البطل هو اللي تكثر عليه صح. الجدل ويكثر عليه اخطاء الحكام يعني ما يصير. هذا محورنا بس احمد عجب ما يصير مساء يقول لي تحط له تحط له الاحصائيه يقول لك ليفربول عندي اطلع لي بلنتي اطلع لك بلد من 100 بلنتي يلا فريق البطل ويقول لي البطل ما يصير بطل فريق البطل في اخطاء. دائما الفريق البطل الاتهامات ما تجي من الفرق. يعني مثلا اتهام اكثر اتهامات متوجهه لثلاث اربع فرق بالعالم على مستوى العالم كله برشلونه ريال مدريد مانشستر ليوفنتوس. اوكي بس اكثر تعال الفرق هذا موضوع لان فرقك لانه ابطال لانه ابطال. انا شنو ذنبي تكون بطل وانت بالمقابل ما تحقق البطوله لكن تتكلم عن التحكيم. هذا شيء طبيعي بطل مشان التامات ما جت من فرق. يعني مثلا لما ارجع لليوفي ادانو اهم قضيه كالشوبولي. لما ارجع مثلا لمانشستر الحكم السابق اللي اعتقد اسمه مارك لارسن او شيء كذي لا الحكم قال ان فيركسون له علاقه مع حكام ويب هارت مثلا مع برشلونه قضيه عليه يعني تيم هاورد لا مو تيم هاورد لا لحظه هاورد مارك لارسن شيء اسمه كذي ذكر بكتابه. تكلمت على اليوفي وتكلمت على اليونايتد لا خليك ما تكلم عن شاري لو سمحت انا بيكمل خليك تكلم لو سمحت تروح مثلا لبرشلونه لا محمد الله يرحم والديك الحكم شنو قال ان فيركسون له علاقات مع حكام بس
سلام عليكم. كان لا علاقات بس يعني هذا طبعا شيء ممنوع بالاتحاد الانجليزي، وقال علاقات موجوده بمتبادله الاحترام، لكن ما وقف السير شيء ممنوع شيء ممنوع. نرجع نفس موضوع امس في قضيه رياضيه يعني مو معقوله السير شي السير اللي سواه غير بوصله البطولات. محمد انت الحين يا تكون معاه ولا تكون ضده. محمد في ايطاليا الحين اذكر قبل فتره طلع مطعم انه شلون انه يطيح ويعطيك فاول شيء نفسي يطيح نابولي نابولي هذا في نابولي يعني اشياء ما جت من فراغ. اتهامات هذه جماهيري الجماهير كلها يعني تشوفها بعينها، الاعلام كله قاعد تشوفها، في مدربين يطلعون مؤتمرات صحفيه قاعد تتهم الانديه. اي بس محمد يعني هذا بس مو بهالطريقه محمد. ان انت تتهم السير انه يتواصل مع الحكام، هذا شيء ذكره الحكم مو من عندي، شيء ذكره حكم في كتابه شيء. طيب اوكي الحكام يذكروا امور كثيره، ريال مدريد كل الانديه الابطال، يمكن هدفه مبيعات، يمكن هدفه شيء ثاني. انا ما انت ما تحب مانشستر محمد، اللي تابعك بتويتر ما تحب مانشستر فتقول اي شيء ضد مانشستر. مو هذا شيء انا قريته، جيت وصلته تقبلته اهلا وسهلا، ما تقبلته كيفك شاري. احنا زين 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 شفنا صوره ويا ابو عجب، نشوف وياك صوره. شوف ورني صوره، ما يلا خلينا نشوف صوره، خلينا نشوف الصوره. ريال مدريد اكثر فريق حصل على ركلات جزاء، وانت امس تقول 74 جوله ما حصل برشلونه في تاريخ الليغا 511، واقل فريق احتسب ضد ركلات جزاء. اي اوكي طيب. إيه لا لا تضحك، لا تضحك انت. إيه؟ لما تجيب لي فريق ينافس في كل موسم من اول ما طلعت الليغا، إيه؟ تقارنه بفريق من السبعينات للتسعينات ما اخذ الا ليغا واحده، ما كان ينافس طموحه المركز الثالث، ما يصير. تعال قارني فريق موجود ينافس كل سنه، لا تجي تنافس مثلا مع ريال مدريد كل سنه ينافس، تقارنه ببرشلونه من السبعينات للتسعينات ما اخذ شيء، مو ماخذ شيء، مو موجود بالمنافسه، اختفى اختفى بالثمانينات بالتسعينات بعدين التالي رد. طيب رد عليك من الفي انت يعني شوف الفارق، شوف الفارق متى ماخذ الدوري، شوف الفارق انت متى ماخذ الدوري، منو من انت متى ماخذ الدوري العام هذا، وقبله متى من خمس سنوات، وقبله من خمس سنوات برشلونه كل موسم كل موسم والثاني لا ياخذ بطولات. محمد خليك منصف، خليك حقاني محمد، خليك حقاني، لا تاخذك العاطفه، مو حقاني. 15 سنه كان طموحه الثالث من السبعينات للثمانينات والتسعينات، ما يصير تقارن هني بعز في عزه ريال مدريد. ريال مدريد ما استفاد من التحكيم، كل الانديه استفادت، لكن مع برشلونه الامر مكرر. يعني انا الحين مثلا اقول لك سنتين ما عليهم ركله جزاء، في المقابل خلال سنتين 25 او 20 ركله جزاء، يعني ما احتسب عليه ركله جزاء، في يعني لقطات واضحه وفاضحه لركله جزاء، يعني والله لو تشافي يحكم لهم كل المباريات ما يتساهل معهم كذي، والله يعني شيء تساهل شيء مو طبيعي. محمد بايرن ميونخ انظر من الاخطاء التحكيميه ضد ريال مدريد، حتى بايرن ميونخ استفاد من الاخطاء التحكيميه، اليوم معك يوم ضدك يا محمد، حبه يستفيد هذا يستفيد اوكي، بس برشلونه شيء واضح الفتره الاخيره شيء واضح، يعني بهذا الموسم استفادوا من خمس اخطاء غيرت مجريات المباريات. امس في بلنتي، امس لا امس بلنتي كسل بلنتي، قول مسافه قول مسافه الهدف تسلل. يا جماعه تكلمون على برشلونه، ترى الفريق الوحيد في اوروبا ما خسر في الدوري، في اسباب، في اسباب. شنو اسباب؟ يعني مثلا ضد اسباب ما لعب في كلاسيكو في ملعبك، لعب كلاسيكو في ملعبك ولا لا؟ اي لعب كلاسيكو فاز هسه، شو المشكله؟ طيب اوكي شنو ممكن افوز عليه بالاياب، شو المشكله؟ ممكن افوز عليه بالاياب، شو المشكله؟ لا اقول لك ان برشلونه حاليا افضل من ريال مدريد بالدليل فارق النقاط. من الاسباب اللي خلت فارق النقاط هذا التحكيم، استفاد بخمس مباريات غير المجرد، بالمقابل ريال مدريد ثلاث مباريات سبع نقاط راحت من عنده بسبب التحكيم. وهدف ميسي في ملعب المستايه اللي ما انحسب اللي طافت الحكم، هالمباراه ركله جزاء لفالنسيا ما حسبها الحكم. طيب اوكي يعني معناته يعني في شغله مقابل لا هدف الكل شافه، العالم كله شافه، وفي ركله جزاء كل العالم شافوها، يعني سكر عيني على شيء وافتح عيني. هذا اللي بوصله وياك، انه يعني يوم لك ويوم ضدك. لا بس برشلونه مو معناته اذا صرت انا بطل ولا فرقت ولا يعني انت ضرعت منافسات حطيت عذرك بالتحكيم. برشلونه كل ما قرب يتعطل يدش الحكم يساعدهم. ايش رايكم؟ ضد سوسيداد 2-0 فاول، الهدف الثاني اللي الغاه الحكم بحجه فاول، ما في فاول. امس ضد الافز تسلل الفاول، تسلل ما حسب تسلل، كان ممكن يتعطل هني ممكن يتعطل هني، لكن في تدخلات يعني مع النفوذ هذا ما قدرت توقف الفريق. طيب بس ما يحتاج محمد ما يحتاج لان فرق كبير ولا عند احد، يعني هذه الامور هي اللي سببت الفرق الكبير. طيب هل تعطلت سبع نقاط ريال مدريد؟ سبع نقاط راحت منه بسبب قرارات تحكيميه. طيب ركلات جزاء مباراه امس انت قلت لي بلنتي، اقصد اسف جول اوف سايد وبلنتي، بنت هذا انا قلته طبعا. انا مو معاك في فارق بعيد، فرق بعيد شنو مستفيد منه؟ الفرق استفيد سبع نقاط راح مني. لا يا شباب، لا امس انا اتكلم مباراه امس. اي مباراه؟ اخر مباراه برشلونه اي اللي هو تقول انت جول اوف سايد،
انت الحين قرارات تحكيميه اختزلته بس مباراه لا انا اقصد انه فرق بعيد يعني شنو الفائده اللي حصل عنده مؤجل ممكن ما تدري يمكن يتعطل يمكن هذا الامر يعطي معنويه للريال يقدم شيء محمد خلينا نسمع راي احمد عبد الكريم برشلونه تم مجاملته من قبل التحكيم بخال شوف شعري انا اعتقد ان برشلونه مو بحاجه ان الحكام ان يجاملونه هذا لكن خلينا نفرق بين الاخطاء التحكيميه اللي تساعد الفرق وبين مساعده الفرق في مباريات يعني مثل ما قال ابو طلال يمكن ابو عجب فضيحه كبيره اللي هي برشلونه وتشيلسي في قبل النهائي ابطال اوروبا هذه الحكم سلم المباراه تسليم شرعي امس انا اعتقد مباراه برشلونه ما كان يستحق الفوز نهائيا يعني كمستوى مش برشلونه المباريات اللي طافت اللي يوصل الجول وفرص كثيره وهذا الالفيس كان يستحق الفوز لكن اعتقد ان الحكم ساعدهم كثير زين انت ابو خالد ويا ان البطل دائما تكون في يعني اخطاء تحكيميه من صالحه لان فريق بطل دائما يكون الافضل بشاري انت حطيت مساع الاحصائيه مال ضربات الجزاء انا بقول لك شغله الاحصائيه احنا ما ناخذها بضربات الجزاء كذي ليش لان دائما الفريق القوي والبطل بالتاكيد قليل انك تهجم عليه او تحصل ضربات جزاء عليه قليل جدا انك يعني توصل المرمى دائما فطبيعي ان ما تحصل ضده يعني ضربات جزاء كثيره لكن في المقابل اكيد بتحصل على ضربات جزاء كثيره جميل انا اقول ان الحكام في بعض حكام طبعا اللي ضغوط في بعض حكام ممكن يشجع الفريق اللي يحبه يساعده لكن الاخطاء التحكيميه كثيره وفي كل الدوريات بس ابو خالد بس ابو خالد سؤال ابو خالد انت تكلمت على حكم مباراه تشيلسي ما تكلمت على كسايم اياب ريال مدريد مع بايرن ميونخ كانت يعني مباراه كلها اخطاء تحكيميه واستفاد منها ريال مدريد اكثر من بايرن ممكن تشوف امر وتقول ان هذا خطا تحكيمي كبير في لقطه لكن اللي صار ويا تشيلسي وبرشلونه لا يمكن اشوفه ثاني مره لا يمكن اربع ضربات جزاء تقريبا حق تشيلسي نعم. واضح انا عندي تعليق بس على كلام محمد سيد ان اللي خلق الفارق الكبير هذا هو الحكام انا مو معه ابدا انا اقول ان مستوى ريال مدريد اللي ظهر فيه من بداية الموسم هو اللي بالنهاية خلاه في المركز الرابع ممكن مهدد لا يعني في لا 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 لا, 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 لا أنا بالنسبة لي ما أعتبره من الأسباب لأن هذا ريال مدريد قاعد يواجه نفس الظروف في كل موسم من من من, من خلق ريال مدريد لذلك لا تحط الشماعة إن والله من الحكام اللي حطوا هالفرق ممكن إنه يأذيك في مباراة ممكن إنه يخطئ في مباراة الحكم لكن ريال مدريد اللي قاعد نشوفه الآن ان هذا مو ريال مدريد اللي نعرفه ريال مدريد الان لما يدش الفرق الصغيره بسلك عشان نرجع لمحورنا الفرق الصغيره قامت تطمع بريال مدريد نعم بطلال الاخطاء التحكيميه ممكن تحقق بطوله ممكن شلون ما تحقق هذه اقول فضيحه القرن حققت بالبطوله البرشلونه ولا كان برا البطوله سجل دقيقه ثانيه بس عشان بس خطا واحد البطوله كلها تنسي لو احسب لي فالنتينو برا او في مباراه لان مرات تكون في دوري شوف اكثر من 40 مباراه عشان مباراه واحده تقول البطوله صح هذه كارثه وبلوى اللي صارت ولكن برشلونه بهالسنه كان يستحق البطوله كأداء قبل وبعد انت السؤال كالتالي ان اذا اسمع الكلام المدريدي شو المدريد يقول افضل فريق في اوروبا وجهه نظري يعني انا معك وقتها كان وراها بسنتين كان فريق مرعب لكن الكلام انت تقول لي هل الاخطاء التحكيميه توجت فريق انا اقول لك نعم توجت برشلونه في 2009 اخطاء تحكيميه كارثيه ادت انه والله برشلونه يوصل النهائي وياخذ بالنهايه البطوله كان ممكن ياخذها اي فريق ثاني غير برشلونه كان برا البطوله لكن كانت انا اعتقد من وجهه نظري ما قمت احس انها اخطاء احس انها مجمع بطلات احس انها مجمع مو بطوله نفس الشامبيونز ولا دوري احس ان المباراه ذيك موجه ان ابو طلال انت ما تحب برشلونه لا انت تشلساوي لا ابو طلال بتكلم انا لا 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 زين احنا انتوا مدربين انتوا بخالد لا لا لما انا هاجم واستحوذ فمن الطبيعي الاخطاء تصير يعني مصالح الحين اصلا من لا من الطبيعي تصير انت قاعد تدافع طول المباراه انا ايش قلت لك الفتره هذه كان فريق مرعب طيب فريق يخوف الان برشلونه قاعد يؤدي بشكل ممتاز قاعد يفوز بمباريات سهله وانا ضد حتى عجب ان امس في اخطاء صحيح كان في يمكن 3 أو 4 هجمات الألفيس لكن أغلب فترات المباراة كان برشلونة قاعد يلعب الثلث الأخير وضاغط وضيع أكثر من هجمة الهدف الأول أنا أقول مو بلنتي وما فيها يعني لمسة يد كان هدف يعني بتقول لي صحيح الخطأ الكسير الخطأ الهدف الثاني اللي جاء منه فاول بس لو ما جاء الفاول فريق برشلونة كان واضح أنه في طريقه للتسجيل الهدف الثاني بالنهاية الثالث إن لما تقول أنت اللي قلت إن أمس كانت في أخطاء انا اتكلم بلنتي بس اللي بيد متيتي بس هذا اللي قلته انا حتى بلنتي اللي على متيتي امس انا قلنا مو بلنتي كانت المسافه قريبه جدا وكانت صعبه انها تحسب برا جسمه انا اقول لك حتى الفاول اذا مو تسلل الاوفسايد اللي تسجل منه ميسس الهدف الثاني
اعطاه ادفانتج وهو ما له ادفانتج لانه استحوذ على الكوره ميسي وحاول انه يراوغ زين، ولا لو فقد الكوره ردها ثاني مره فاول الفتره الاخيره حتى الحكم ساعدهم ترى هذا كبير، هذا خطا كبير. اوكي ممكن يساعده، ممكن خلينا نقول انا بروح معاكم انه ممكن ساعدهم الحكم، بس هل ان مساعده الحكم لبرشلونه في مباراه لا 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 او اخطاء تحكيميه يخلي برشلونه يتصدر فارق عن ريال مدريد؟ لا برشلونه مو محتاج. هل هذا عذر ريال مدريد تقول لي والله تحكيم من الاسباب؟ من الاسباب ما ولا 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 اعتبره من الاسباب، السبب منهم فيه. انا تروح من 70 سبع نقاط بسبب قرارات تحكيميه ويستفيد برشلونه بخمس اخطاء غيرت مجرى المباراه. خذ السبع نقاط اضافوا لك، لو يضيفوا لك سبع نقاط لحد الان بالمقابل، بالمقابل ان برشلونه يتعثر ضد الافز ويتعثر ضد سوسيداد انا اقول هذا عذر. انا ما اعتبره عذر يعني انا ما اعتبره عذر. عذر يعني مو مو عذر رئيسي. الفرق الفرق زين مباراه الاخيره برشلونه ريال مدريد اللي في ملعب ريال مدريد في اخطاء تجرحني انت بس ما اعرف في اخطاء تحكيميه اي في اخطاء الجول الثالث الكره طالعه اخذها اوكي نتيجه على خلاص في خطا ولا لا في خطا لا تقول لي اخطاء تحكيم في اللاعب واقفني والكره طالعه او تاخذها ميسي قولها انا على فكره ترى اميل ريال مدريد اكثر من برشلونه لكن عشان كذي من اليوم تتكلم على برشلونه احنا نقول لك الخطا خطا لكن انت اعترفت الحين تقول اميل ريال مدريد عشان كذي كله تتكلم عن برشلونه فدائما تشيلسي وبرشلونه والحين الله يعينك في دوري الابطال تشيلسي وبرشلونه بعد لا ب... ل... 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 اذا فاز برشلونه انا بجي هنا نهايه مشوار برشلونه الدور 6 اذا فاز تصريح قوي فاز برشلونه اذا فاز برشلونه الحلقه اللي وراها اهلي مع سلمى ريال مدريد استفاد هالموسم من التحكيم من التحكيم اي مباراه موسم كامل اي مباراه ما استفاد انت اليوم تتكلم اكثر من برشلونه وبرشلونه فبس اشوف الضر اكثر من استفاد يعني في استفاده انظر اكثر من الاستفاده، الاستفاده انا ما اذكرها، اذا في استفاده ذكرني فيها. طيب انت ما ربطت المستوى بريال مدريد واللي ذكره ابو طلال، مستوى برشلونه انه حتى لو كان في اخطاء تحكيميه المستوى فارق، برشلونه بالفورمه وريال مدريد الكل يتصدر يتصدر فرق 7 ولا يتصدر فرق 19؟ يتصدر فرق 10 ولا يتصدر فرق 19؟ تفرق هذه، باقي قسم كامل يعني. نعم هدف ريال مدريد على ليفانتي فاول على راموس. اي واحد؟ ذكرني فيه والله ناس. ايه الكورنر. ها بنسيته الكورنر اشتراك عادي ما فيها شيء يعني ايه ما فيها شيء ايه؟ يعني انتم معتمدين على صوره والله رامس مستند على المدافع سريع اللقطه نعم اللقطه سريعه لكن اكلمك عن اخطاء واضحه يعني هذه ممكن تقدريه يمكن يخطئ فيها الحكم عادي لكن اخطاء واضحه برشلونه استفاد طيب طيب اوكي عشان خطا واضح لا لا عشاق بايرن ميونخ اسرع من جول يعني كان موجود قبل انه نفس الضجه ونفس يعني الصدى اللي ماخذ مباراه تشيلسي وبرشلونه ترى ماخذ عند بايرن ميونخ اللي صار في مباراه الاياب. لا شوف مباراه بايرن ميونخ والريال والله الريال فايز رايح متاهل بدون الاخطاء بس متاهل كم جول سجل حتى هم استفادوا يعني ما برجع الموضوع مره ثانيه متكلم فيه من قبل حتى هم استفادوا من التحكيم بس انت اكثر بس انت اكثر شلونك بالاياب اذا انت كان انا صدقني انا متاهل وكنت افضل من عندهم كنت افضل من البايرن الريال كان افضل من البايرن ومتاهل بدون الاخطاء قول بس بمساعده الاخطاء يعني الاخطاء كانت تساهم في تاهل ريال بس بالتالي اخذت الابطال بحقيه اي اوكي يعني في اخطاء تحكيم هذا بنوصل طبعا في اخطاء بس هذا ما يهضم حق ريال انه كان يستحق الابطال نفس السؤال نسال ابو عجب ليفربول استفاد من الاخطاء التحكيميه كم الصراحه خليه ياخذ بطولات عشان يستفيد والله انا تسالني سؤال ما له داعي لان الحين لو مستفيد ليفربول اخذ بطولات فاقولها لك بصدر رحب لا ما استفاد تشوف التحكيم يجاملون الفريق البطل لا ترى تبي عاد تبيها حق الامانه يعني يعني قبل شيء مو حق لا مو حق لا من كلامكم والله استنتج شغله من كلامكم مواضيعكم ترى الفريق اللي يضغط اللي مسيطر اللي مستحوذ اللي يبي المتصدر فالعين تكون عليه ترى والخطا اللي عليه محسوب فاتوقع ان الفرق الكبيره دائما بالمجهر ان كلها عندها اخطاء كلها الحكام معاها اللي هي فتره الدال يعني مانشستر ما تكلمت عن مانشستر انا الفترة تكلمت فيها كان كلها اذا مو الاول الثاني ايه عرفت يعني من 10 سنوات ماخذ قلبك مانشستر ما تكلم عن مانشستر ايه ادري ماخذ قلبك لا انا اقول لك ان مانشستر لما تكلمت عنه بهالفتره من 90 قول لي ل 2006 كم دوري خذه 10 13 ايه فعشان كذي تكلمنا عنه لانه كان بطل مدريد لما يتكلم عنه لانه بطل كان الافضل والله الوحيد المظلوم هو السؤال يقول دائما هو كان الافضل كان الافضل الفرق اللي تذكرها الوحيد المظلوم باوروبا من الحكام ارسنال اشوف ارسنال تشيلسي عطني خطا واحد عطنا مره عطهم بلنتي عطهم
جاملهم جو ما يصور جول ما يصور قال لك ما يصور جول والله هتمشوا سكر بعشرة و تصل يا تقول ولا او ثابته الارسنال الارسنال اكثر فريق انضر من صح انا مع الارسنال اكثر فريق انضر صح انجلترا اكثر فريق تضرر من الانديه الكبيره نروح لايطاليا دائما اتهامات على اليوفي على اليوفي كل ما صار شيء اليوفي يمكن الهدف الشهير اللي شفناه هدف مونتاري دائما يعني يتم تداوله من جديد في وسائل التواصل الاجتماعي وان اليوفي يساعد التحكيم وقلت نقطه قبل شوي عجبتني وعجب انه دائما الفريق الافضل وهو الافضل لكن البعض يتهمه انه بمساعده التحكيم في نقطه انت قلت الحين اليوفي طيب منو طاح مع اليوفي منو انخصم منه نقاط مع اليوفي مو اليوفي بروحه يعني كانت في بلاوي في فرق ثانيه مع اليوفي فساد ايطاليا كلها فساد ايطاليا كلها فساد وحدث ولا حرج يعني الامانه فما انا اتكلم عن كدوري كامل دوري كلها مراحل مافيات 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 كلها بلاوي طيب توتو سبورت اليوم ذاكره ان نابولي اكثر فريق استفاد من التحكيم هذه السنه هذه السنه هالسنه انا اتوقع اليوفي حتى تقنيه الفار ما قدرت لهم لغت يعني كذا كذا لقطه فاول او هدف غير صحيح يحتسبه يشوفه يروح الحكم يشوفه بالتقنيه الفار ويرجع ويحسبه يعني انت مع البعض اللي يقولون اليوفي فريق تحكيم اليوفي فريق تم ادانته ان فريق يعني عنده فضائح تحكيميه في التعامل مع التعامل السري مع التحكم مع الحكام مع هذا واعتقد في فيديو شهير لحكم في اثناء محاكمته تتكلم قال انا تعاملت مع الرئيس ونائب الرئيس وصار هذا كلام قديم وتم ويعني وخلص وانتهى ونزل درجه ثانيه وصعد من الدرجه الثانيه وحقق بطولات وتاهل لنهائي الشامبيونز ليج ما اقول كلامك محمد والله ما ادري ايش اقول لك محمد لا تقول لي اتهام تمت ادانته الفريق تمت ادانته طيب نزل درجه فضائح تحكيميه نزل درجه ثانيه بس ما لي شغل تعال صعد ثاني مره فريق بطل على فضيحه ولا لا فريق بطل انت قاعد تقول لي بالمجمل صح ولا لا موضوعنا مو على المجمل ليش البطل دائما خلاص هذا الفريق تمت ادانته طيب خلينا باتصالات ونرجع لليوفي وايطاليا عمر صباحك الله بالخير حياك الله بالنور اخوي مشاري يحييك الكرام حياك الله تفضل حياك اول شيء انا بس نقطه الاخ محمد سيل حبيبنا المدريدي انا اشجع بايرن انت قلت نقطه ان بايرن ميونخ استفاد للعلم اقل فريق حصل على ركلات موسمين سواء الموسم الماضي ميونخ واكثر فريق استفاد من التحكيم من مباراة دورتموند بدليل ان تاهل دوري الابطال بخطا واضح على هوبنهايم ايضا ساهم في صعود الاتحاد ركلات جزاء فضيحه العام ليدو يعني وصل مرحله الاتحاد الالماني رافل مدير مسابقات صرح انا بغير الدوري عشان دورتموند ينافس دورتموند وشالكه بايرن يعني لهالدرجه فمساله استفاده بايرن هذا امر صحيح ثاني شيء اخوان معك مدربين وهم اكبر مني وكابتن احمد عجب لاعب سابق 11 لاعب ضد 10 ما راح تفرق بالملعب اكيد تفرق اكيد تفرق فما بالك انت امام افضل فريق باوروبا كاسيميرو لو مطرود ومع ميونخ كان الجيم اتجه وضحت يا عمر عشان التزم بالدقيقه معنا احمد صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور اخوي حاب امسي على الاخوان الكرام حياك الله تفضل كلهم وطبعا على الموضوع التحكيم يعني ما لوم ابو سهيل على برشلونه يعني اكثر فريق مستفيد بالدوري الاسباني والدوري الاوروبي هو برشلونه حتى يعني لو تذكرون مورينيو بعد تصريحه من نصف نهائي تشامبيونز كان واضح هذه نقطه النقطه الثانيه حق اخوي سيربل ودي يعطيني رايه بريال مدريد انه يقعد على 4-3-3 ولا يرد على 4-4-2 ويعطيكم العافيه كل الشكر لك يا احمد يعطيك العافيه ردك يا ابو طلال والله شوف ريال مدريد يبقى ريال مدريد عنده اقوى ثلاثي وسط في العالم يعني تتكلم على مودريتش تكلم على كروز تكلم على كازيميرو اي فريق بالعالم يتمنى هالثلاثي يكون متواجد في وسط الملعب اتوقع 4-3-3 لكن المشكله مو في طريقه اللعب ولا اسلوب انا من وجهه نظري من خلال مشاهدتنا ان مشكله ريال مدريد بالاداء الفردي للاعبين كان الفريق مرهق كان الفريق ثقيل داخل الملعب مو هذا ريال مدريد اللي شفناه قبل سنتين بنفس التشكيله
نعم الثلاثي وقدامهم اسكو. انت متصل قال لك الكلام بناء على شيء ان الفريق كل ما يلعب 4 3 4 3 3 يفوز بنتيجه لما يغيرها 4 4 4 4 2 يخسر او يتعادل. لا انا مع 4 3 انا مع 4 3 3 الثلاثي الوسط انا اشوف انه قادر انه يغطي مساحه الوسط. نعم. ويساند بقوه باستثناء كازيميرو اللي هو دائما اللي هو اكثر دفاعيا، لكن تكلم على كروس كروس من وبعدين استحواذ الثلاثي هذول يعني تكلم على مدريتش وكروس من افضل اللاعبين اللي يستحوذون بالعالم. وضحت قاعد عشان ناخذ الاتصال. وضحت نعم. محسن صباحك الله بالخير. محسن صباحك الله بالخير اخوي. تفضل محسن حياك الله. يعطيك العافيه صباحكم الله بالخير. تحياتي لابو سعد. حياك الله. هلا ابو عادل. هلا بك يا ابو سعد. يا مرحبا. يا هلا بك الله يعزك. الله يحفظك. احترم اراءكم كلها وانتم كباتن، ولكن نقد بسيط لاخوي محمد سهيل. انا برشلوني لكن احترم رايك بكل الحال. دائما انت كاتب في حتى في التويتر انك ناقد رياضي. الناقد الرياضي ما يبحث عن اخطاء فريق ضده، بالعكس فريق ريال من افضل الفرق وقدم في مستويات في الموسمين الثلاثه اللي طافوا افضل مستوى. ليش ما يكون عندهم عمليه دروب بالفتره هذه هي اللي سببت هبوط مستواهم، واللي هي نفس الأسماء ونفس العناصر. أما بالنسبة للظلم يقول أبو طلال على تشيلسي، صحيح ما في، أنا برشلوني أقول لك نعم ظلم تشيلسي في مباراة الإياب، ولكن الذهاب ما كان في خطأ غير المباراة أيضا. وضحت أخوي محسن، كل شكر لك. محمد رد عليه وذكرني والله نسيت. يقول لي انت ناقد ودائما ارائك تكون يعني متحيزه لفريقك وما تعطيه. ما انا قايل لك، ما انا قبل اكون ها متطرف قبل اكون اي شيء انا مدريدي، فمن الطبيعي ان انظر للامور هذه. وانا ذكرت ان القرارات التحكيميه من الاسباب مو السبب الرئيسي. انا اتفق معاه السبب الرئيسي هبوط، من الاسباب ايضا هبوط مستوى اللاعبين وقرارات تحكيميه ضرت. عندنا اتصال من السعوديه. عبد العزيز صبحك الله بالخير. عبد العزيز الو مرحبا. حياك الله مرحبتين. تفضل. العافيه يطول عمرك. صبح على الشباب الموجودين ونخص الذكر بتساوي احمد عجب وعسى الله يحفظكم ان شاء الله. يعني انا بس والله ما انا عارف اسم اللي جاب سليمان عواد، بس استنقذ في شيء محمد سهيل. هذا هو المشاكل هذا. بس والله نشدني كثير، عرفت ان يعني انا ريال مدريد، يعني اشجع ريال مدريد، بس ليش ما نعترف ان اليوم مدريد يعني الموسم هذا نهائيا ما عنده شيء. طيب طلع من كاس الملك وطلع يعني عرفت، والان احنا ما احنا عارفين اي وش تصنيفه في الدوري، عرفت يعني المفروض يعترف يقول احنا ما احنا في مستوانا، عرفت. بس هذه الفكره اللي عندي. الله يطول في عمرك وان شاء الله بكره مباراه حق الغاتسيه باذن الله. كل الشكر لك، يعطيك العافيه عبد العزيز. معنا محمد المشيمي. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير، شلونك؟ حياك الله الله يسلمك. تفضل. شلون الربع كلهم؟ شلون الربع كلهم؟ وياك تفضل. يعني بالنسبه حق التحكيم انا اقول يعني هذا توفيق من رب العالمين. حكم يجتهد بس مرات كل بني ادم مو معصوم من الخطا، والحكم هم كذلك، والتوفيق من الله. لازم التركيز والاهتمام والثقه بالحكم وخبرته بالمباريات بالفرق، خاصه الفرق اللي يحكم لها كانت قويه ومعروفه وجمهوره ياثر على الحكم. فالثقه بالنفس حق الحكم هي اهم شيء انا اقول، سواء في مباريات يعني قويه او ضعيفه، وما اكو مباراه ضعيفه وقويه، كل مباراه قويه المفروض تكون، والحكم الواثق من الثقه هو يمشي ملك. وهذا اللي عندي. كل شكر لك اخوي محمد. ردك على عبد العزيز من السعوديه يقول لك انا مدريدي وانا اعترف ان هالسنه ريال مدريد مو مستوى. لا تعذر بالتحكيم. قبل الاتصال بثواني قلت الكلام. يعني محمد حتى من السعوديه يدقون عليك، السعوديه يدقون عليك. حطيت فرق 19 نقطه من الحكام، هذا غلط يا جماعه. عيد وكرر ان فريق من الاسباب سيئ. من الاسباب لا مو سبب رئيسي. شوف من الاسباب. شوف يا جماعه كلام واضح. انا بقول لك شغله، من المعيب انك تحط 19 حتى ولا تذكر الحكام. لا 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 ما اذكر الحكام. لا ظلمت. المفروض تنتقد ريال مدريد. اسمعني احمد اسمعني من الاسباب. اسمعني هذا ريال مدريد مو كل فرق 19 نقطه. اتكلم على الحكام، اتكلم على المستوى. قال المستوى قال على سعر ريال مدريد ما انا متكلم. لا لا قال المستوى. قال ما تكلم برز بنفسه. تكلم قال لو بتكلم عن الحكام راح توقف. برز بنفسه
يعني ما يصير يعني. قال انا استغرب اللاعبين انا استغرب مدربين مؤتمرات صحفيه يتكلمون. ريال مدريد اكبر من الاخطاء التحكيميه، في كل سنه تحصل كوارث تحكيميه ويبقى ريال مدريد منافس قوي على جميع البطولات، لكن تفرق 19 نقطه تخلي هذا كله وتروح تسولف على الحكام؟ طيب هذا غلط. انا عندي سؤال لاحمد كريم قبل الفاصل. محمد المشيمي ذكر نقطه جميله، الجماهير والحضور الجماهيري ياثر على اغراض تحكيميه فيستفيد منها الفريق القوي. اي ممكن ياثر، الفرق الكبيره ياثر إذا كان ملعبه أو جمهور كبير يأثر. عندي نقطة على الموضوع. نعم. أعطيني. إيه. أتذكر حكم المونديالي سعد كميل صبح عليه بالخير، تسولف معاه مرة أو قالها بلقاء والله ما أتذكر بالضبط، قال مرة أيام قبل التليفونات يعني 97-98 مباراة بين كوريا واليابان أعتقد. يقول كان في كوريا، يقول لما وصلنا أعطونا كروت تليفونات، أعطونا شغلات يعني. كنا يعني ميسره يعني شنو تبي شغلات ما يعطونا واعطوه. يقول بالمباراه يقول تعاطفت اني يعني ودي كوريا ما يخسر، وكانت 1-0 اليابان لي اخر دقيقه. يقول ودش قول لهم، يقول انا ما اعطيتهم، انا حكمت بضميري ولكن كنت اتمنى ان ما يطلع الفريق على اللي سووه لي على الجماهير ترحيب على الجماهير انه يطلع خسران. يقول الحمد لله طلعت يعني 1-1. عجب. نرجع لايطاليا على السريع، نابولي اكثر فريق استفاد اخر 6 سنوات، اليوفي مسيطر على سكوديتو. ليش انا بقول بس لك سؤال بعد اللي حاطها شو اسمه مالت نابولي توت سبورت لان هذا ليفربول بلنتيات اكثر. لا بس مدريد خلنا في ايطاليا ما تشوف اتهامات لليوفي 6 سنوات، لان اليوفي والسيد العجوز متسيد الكالتشيو، عشان كذي ممكن الاعذار تروح على التحكيم. تصدق لو تسال اللي يشجع اليوفي يقول له اكثر فريق مستفيد راح اقول لك اليوفي، لان انت صدمتني بهالنقطه الامانه ان نابولي اكثر فريق استفاد هالسنه. لا ممكن هالسنه لانه بطل، لانه لحد الان هو البطل يعني. هو المتصدر ف هذا الكلام ما يمنع ان اليوفي هم بعد مستفيد. لا انا مو مع الكلام من اليوفي، يعني اليوفي صحيح تصير له اخطاء بس مثل ما تفضل السنه هذه من المتصدر نابولي اكثر الاخطاء وهي نابولي. معروف بالدوري الايطالي دائما الحكم تحت المجهر. ليش؟ لان في تاريخ اسود بالنسبه للفضائح التحكيميه، تلاعب النتائج، اتهامات على اليوفي ما تشوف مبالغه. لا انا اقول لك بشكل عام الدوري الايطالي يعني المجهر الحكم دائما تحت الضغط. ليش؟ لان قلت لك في تاريخ مو زين بالنسبه للحكام وتلعب بالنتائج. ايطاليا مع تقنيه فيديو في اخطاء اي فيديو ما يصلح حتى قبل جريمه شهري قبل ايطاليا يعني جوفنتوس كل الدوريات اللي اخذها قبل طبعا لا ينزل الدرجه الثانيه ويصعد ثاني مره كانت كل مره يعني بدايه الدوري خلاص منتهي الدوري حق جوفنتوس. وعلى فكره مره صار طق في الكراسي بالمجلس الشعب عندهم انتر ميلان وايام رونالدو اللي اخر دقيقه ضربه جزاء وردت تحطها ضربه جزاء حق اليوفي ديليبيرو اعتقد فبعدها صارت بس ترى اشوفكم الكل مبالغ. لا قبل اتكلم لا في هذا انا امثل اليوفي اذا بالاخير الكرد اليوفي واطلع فاصل مخرجنا فاصل نرجع مع ضيوفنا. وصلنا مشاهدينا الى فقره الرومنتادا مع ضيفنا احمد كريم. جاهز ابو خالد؟ جاهز. ننتقل معاكم الى الرومنتادا. ابو خالد بنشوف معاك هالخبر. نشوف هالخبر الجهره يوقف احمد عبد الكريم. يا ريت بالبدايه توضح اللي صار بالنسبه لك للناس عشان يعرفون السالفه. هذه كانت في مباراة دورة تنشيطية كأس الاتحاد أعتقد، وكان الفريق مسافر البحرين بطولة الخليجية نلعب هناك بطولة الخليجية الأندية، وكنا ضد السالمية أعتقد مباراتنا، فكان اللاعبين يمكن 7 لاعبين أو 8 لاعبين وصلوا فما لعبت المباراة. فقالوا ليش اتخذت القرار هذا؟ قلت لهم إنه ما كان في عدد كافي للعب وأساس أن أنسحب. قال لا القرار هذا لازم تتأخذه من الإدارة وكذي، وهذا وكان المفروض أكون وياهم ما أكون ويا الفريق، لكن تأخرت كان في عندي بعض الشغل في الإدارة فوقفوني. وبعدين لما رجعوا تكلموا معي من الإدارة وقلت لهم عرفوا أن ما كان قصدي يعني الأمر وكذي وهذا، واعتذرت منهم وانتهى. كنت يعني ندمان من هالقرار اللي تخذ؟ طبعا لأن أنا أقول لك شغلة، أنا حاولت الاتصال على البعض صراحة، لكن كانوا في البحرين يعني حق المباراة، كانت المباراة بعد يومين وما كان في رد يعني وافي منهم، لكن بالتأكيد كنت أنا مخطئ.
تعلمت من هالدرس. اي طبعا اكيد. نشوف معك هالفيديو. والحين يفر حب يعقوب. شنو اول شيء رايك بيوسف ناصر؟ يوسف ناصر مهاجم قوي شرس هداف عنده امكانيات كبيره صراحه. شنو قصه المشكله اللي بينك وبينه؟ يعني شوف هي كانت في قبل النهائي اعتقد كاس كاس سمو الامير او كاس ولي العهد واعتقد ضربه جزاء فبعدها كنت ماشي انا يعني كانت في مشكله بين اللاعبين فقط كلمه على اللاعبين صراحه كلمه سيئه ما احب اذكرها الحين وقديمه ورديت عليه قلت له يعني كانت كلمه صراحه سيئه ما تنقال يعني نعم فحاول يعني مديده وكذي وهذا ورديت علينا فوالده الله يجزاه بالخير والله يذكره بالخير اتصل علي بالليل وقال لي لا اللي سواه غلط وباكر ان شاء الله راح نمركم ونعتذر كانت في مره ويانا ويا كاظمه بعد ثلاث اربع ايام راحوا اللاعبين كله وقدمنا باغه وردي للاعبين انا كنت هالامر وانت يعني لا ما في اي شيء احمد انت مشكلت شيء لما كنت لاعب؟ مو حيل مو حيل؟ مو يعني مش المشكلة يعني ما عندي مشاكل كثيرة صراحة لكن في بعض المرات كنت أعصب وأنرفز وكذي وهذا بعض المرات ممكن مستواي ما يكون زين في المباراة وكنت أنرفز يعني وكمدرب؟ أنرفز بالتمرين خاصة بالتمرين أنرفز بالتمرين. بالتمرين أثناء التمرين أنرفز مشاكل مع اللاعبين؟ لا الحمد لله ما في مشاكل مع اللاعبين اللاعبين يتحملون واللاعبين يدرون أني أنا لما اتكلم عليهم في التمرين واشد عليهم شويه يعرفون انه حق مصلحتهم ومصلحه الفريق اللي بيشوفك بالشاشه ابو خالد يقول جدا هادي لكن مشاكلك واجد ابو خالد اخفي الكثير بداخلي كل الشكر لك يا ابو خالد يعطيك العافيه نعم مشاهدينا لما كان لاعب كان عنده روح كبيره يملكها والسؤال هل يستطيع النجاح كمدرب نكمل كلامنا بعد ما نشوف التقرير بعد موسم مخيب ومليء بالانكسارات رغم الصيف المميز وبعد إقالة مونتيلا الذي كانت جماهير ميلان كلها تتمنى رحيله جاء المقاتل جينارو غاتوزو ليستلم مهمة تدريب الميلان حتى نهاية الموسم قرار وجده البعض غريبا بسبب سجل غاتوزو التدريبي المتواضع ولم تكن بدايته جيدة على الإطلاق إلى أن جاء موعد ديربي الغضب في الكأس حيث استطاع ميلان الفوز والتأهل للدور نصف النهائي وعلى مستوى الكالتشيو حقق الفريق ثلاث انتصارات متتالية للمرة الأولى منذ سنة كاملة تقريبا غاتوزو الذي اشتهر كلاعب بالروح الكبيرة التي يمتلكها فقال عنه نيدفيد أشعر بالتعب في كل مرة نواجه فيها ميلان بسبب غاتوزو وقال عنه شيفتشينكو أشعر أننا سنفوز 10-0 في كل مرة أشاهد فيها روح غاتوزو فهل يستطيع غاتوزو أن ينقل هذه الروح كمدرب إلى اللاعبين؟ وهل فعلا يملك الأدوات المناسبة ليكون مدربا كبيرا في المستقبل؟ نعم مشاهدينا شفنا غاتوزو اللاعب والمدرب وسال يفرض نفسه لأبو عجب غاتوزو كلاعب كان يملك روح يعني وإصرار وعزيمة تدرس الكل كان يشهد له السؤال هل راح ينجح كمدرب؟ شوف ترى كلاعب كان يمتاز بالقتال والحماس يعني لو تفكر الإمكانيات ما عنده الإمكانيات اللي نفس اللاعبين الوسط بس فرض نفسه أساسي سواء بالميلان أو بإيطاليا وكمدرب مو هو طموح شو اسمه الميلان خلينا نكون واقعيين بس عقب الكوارث اللي سواها مونتيلا كان يحتاج مدرب حماسي قتالي يعني شفت لقطة بالتقرير شلون خانق له مدرب فحتى له موقف مع الحارس ديناروما الجماهير يعني متمشكلة مع اللاعب لا راح وقف مع لاعبه فهذا اللي محتاجه يعجبك ابو عجب يعجبني جدا اتوقع ينجح كمدرب انا احب المدرب الحماسي القتالي راعي المشاكل انا والله كلاعب ايام كنت انا كلاعب راعي المشاكل احب ليش لان خلينا نكون واقعيين المدرب هو يكون ربان السفينه هو القائد عرفت فلما تشوف المدرب فتقاتل يعكس شخصيته يعكس شخصيه اللاعب الفريق في الملعب نعم. فأنا من المؤيدين للفترة هذه ولكن الميلان يحتاج مدرب كبير لها اسمه لأنه نادي كبير
محمد سهيل، ثلاث مباريات على التوالي انتصار مع الميلان، فاز امس على لاتسيو، ولاتسيو اقوى خط هجوم في الكالتشيو، اخرج الغريم الانتر من كاس ايطاليا، امور كثيره. واضح ان العامل النفسي للاعبين تغير، هاكان كان لاعب في مستوى وحاليا في مستوى ممتاز، امور كثيره ايجابيه منذ استلم كاتوزو تدريب ميلان. بدايه كاتوزو كانت ترى غير مستغره، وهذا شيء طبيعي يعني، كان توه كان توه ليش لا عاد يكلمني اي قول. فهذا شيء طبيعي يعني انه كان توه مستلم، ولكن احنا قاعد نشوف الحين ميلان مع كاتوزو يلعب بروح قتاليه عاليه، يلعب شخصيه كبيره داخل ارضيه الملعب، في بعض اللاعبين تحسن مستواهم معاه، بنافنتورا صار الحين له قيمه بالفريق، هاكان، كالابيريا كانوا صار لاعبين مميزين، الفريق من بعد الانتصار على الانتر اربع انتصارات تعادل وحيد، يعني شيء يبين لك ان الميلان ماشي بالطريق الصحيح للتاهل لدوري الابطال. نعم. فارق الحين 10 نقاط عنده، يعني مع المباريات القادمه لو استمر وما تعرض للضغط وما يعني ما تاثر بالضغط اللي ممكن يتعرض له من الاعلام او في حال تعثر، اتوقع يعني انه ممكن يستمر يتاهل لدوري ابطال اوروبا. ابو طلال شوف لقطات لكاتوزو اللاعب، يعني دائما اذا في مشكله إيه لا يدش بال، يعني دائما يساعد لاعب فريقه، دائما يدش ويكون يكبر المشكله، يكبر المشكله ويساعد، يعني دائما عنده امور من خلال كلاعب يعني نفسيه كلاعبين، لان كاكا تكلم وشاد في دور النفسي ودور المعنوي، الامور المعنويه. نروح للجانب الفني، انت تشوفه كمدرب ممكن كان ينجح من الجانب الفني؟ لا 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 والله بالعكس، امس انا تابعت مباراه الامس مع لاتسيو، شفت الفريق فيه يعني منظم، فريق ال11 لاعب او العشر لاعبين خلف الكره، تشوف التنظيم الدفاعي على اعلى مستوى، ما اعطى لاتسيو اي مساحات اللعب، كان يلعب على الهجمه العكسيه المرتده على اعلى مستوى، ساعد اللاعبين في تحسين مستواهم. انا اشوف ميلان يعني الثلاث مباريات كالياري كورتوني، الثالثه امس لاتسيو قاعد يفوز 9 نقط في ثلاث جولات. عجب يقول ما عنده شيء. لا لا انا ما اقول ما عنده شيء. لا شوف انا قلت قطط يمشي، لازم ابرر امشي شلون؟ شوف قاعد وياك قال ما عنده شيء، انا قلت ما عنده شيء لان وجهه نظري اللاعبين يخافون منه حماسي والله العظيم. ما يخاف، ما حد يخاف من احد، ما حد يخاف من احد، خلاص مدربين هذا. لا في لقطه مدربين لبي بكاس العالم رايح خانقه تقول شنو لبي بالنسبه لهم. والله يا جماعه مدرب كبير والله العظيم هذا مدرب اللي كذي ما تسوي اللي عليك اطلع برا. ما عندي لقطه مهمه اضافه، فانا احب الشخصيه هذه. شاري في شيء مهم اضافه للفريق، الفريق صار يسترجع الكره بثواني معدوده، بالسابق اذا فقد الكره يسترجعها يعني بعد فتره، لكن الحين مع كاتوزو صار يسترجع كره بشكل سريع يعني. شاري يعني نقطه مهمه قاعد يلعبون يعني امس لما تشوف ميلان تشوف انه فريق منظم للامانه، للدقائق الاخيره الفريق حافظ على يعني اتزانه، الفريق ثابت بالملعب، ما اقول لك ليل الدقيقه الاخيره كان ممكن يسجل، ممكن يسجل اهداف، لكن الشيء الواضح ان الفريق قام يلعب طبعا متطور والدليل النتائج الاخيره، لكن هذا ما يعني ان 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 كاتوزو فنيا يمكن يحتاج وقت. انا قلت في قبل هالمره ان ميلان فريق كبير يحتاج مدرب كبير، يمكن يحتاج مدرب يتعامل مع الضغوطات الاعلاميه، لكن بعد الثلاث انتصارات هذه اعتقد انه قادر انه يتعامل مع الضغوطات، قدر انه يتحمل الضغوطات، الان في المركز السابع يمكن ميلان. فاز على فريق هجوم قوي جدا، لاتسيو الفريق الاقوى فريق ممكن فاز عليه اربعه، وهذا شيء مو سهل. خلنا نسال احمد رايك ابو عجب، يقول المدرب يخوف اللاعبين يخافون منه عشان كذي يدون. لا ما اعتقد الامر هذا، خصوصا في عالم الاحتراف قصين كاتوزو، لكن كاتوزو ممكن يضيف الروح القتاليه اللي كانت فيه كلاعب، يضيفها اللاعبين بالتمرين، ممكن الحاله الذهنيه يطور اللاعبين بالحاله الذهنيه، ومثل ما ذكر ابو طلال انا شفتهم تنظيميا افضل من السابق، وثلاثه فوز عنده 9 نقاط قبلها تعادل 10 نقاط من 12 نقطه، شيء جيد، امر جيد هذا، لكن عنده مباريات صعبه وقويه، لكن كمدرب او مدرب احنا ما نعرف، احنا نشوف شكل، لكن اعتقد هو غريب لسيموني. سيميوني غريب له. أيه. سيميوني سوى المدربين النفسيين والاسلوب، وهذا انا شفت تمارين اللي يعتمدون على الحماس، شفت تمارين سيميوني مختلفه عن تمارين يعني غوارديولا وتمارين اللي الناس يهاجم، عنده اسلوب وطريقه منهجيه نجح فيها نجاح كبير، ولا فيها يمكن مجهود بدني، ولا يمكن انه يغير الاسلوب هذا. شلون يعني مثل في قوه، في شده كبيره، شده كبيره يعني، انت لو تشوف غوارديولا اكثر تمارينه تكتيكيه
تكتيكية، كلها تكتيكية. هو لا يعتمد على القوة، يعتمد على الحماس، يعتمد على اللياقة البدنية العالية. طيب أبو خالد ذكرت نقطة جميلة وبي أسألك فيها، دائما المدرب يعكس شخصيته من خلال لاعبينه في الملعب. طبعا. فجاتوزو يحسب له حاليا أن شخصية الفريق كأنه يعني ال 11 لاعب يمثلون شخصية جاتوزو، فهذا واضح أنه في علاقة جميلة ما بين اللاعب والمدرب اللي يحسب له أنه خلال هالفترة الزمنية البسيطة قدر يكونها من اللاعبين اللي غير فيها مستواهم الفني. بالتأكيد الكلام هذا ينطبق على أي مدرب، وأنا قريت له تصريح قبل يومين قال أنا ما أنا بحاجة أي لاعب والفريق قاعد يتطور والفريق قاعد زين الثقة هذه. بس شكلهم راح يصدمونه بالصيف يمشي. مو بالصيف، الصدمة أنه بيلاعب جوفنتوس راح يلعب ويا روما وراح يلعب ويا فرق قوية يعني في المباريات القوية. ممكن الانتر نازل مستوى. انا اقول لك ان الشكل اللي صار في ميلان في الثلاث مباريات انه اخذ 9 نقاط وتنظيميا افضل وفنيا ممكن يتطور الفريق. بالعكس انجاز كبير اذا وصل مثل ما قال لك اذا وصل الى دوري ابطال اوروبا انجاز كبير. فرق 10 نقاط اقول لك انجاز كبير. انا انجاز كبير اذا اخذ كاس ايطاليا انجاز كبير. نعم محمد في تصريح لجاتوزو بعد التعادل مع بينفنتو تمنيت لو ان احدا طعنني في ظهري بدل تلقي هدف من حارس مرمى. حتى تصريحه مشاكل طعن يقول كنت اتمنى ان احد يطعني بظهري ولا يسجل علي باخر دقيقه حارس المرمى. انا اذكرها اذكر الهدف هذا شفته مع عبد الله سكلان الميلاني امسي عليه شفناه بقطر. هم عبد الله بنفسه غيمت عنده فهو بقى كاتوزو اللي موجود في الملعب. الهدف النقطه هذه ترى النقطه الاولى للفريق. لا من النقطه الاولى للبنت جولتش مقول عليك وباخر الدقائق حتى تصريحه حماسي. يعجبك المدرب الحماسي اللي مثل كاتوزو؟ انا يعجبني ولكن مو كثير. الاهم لان الحماسي يبقى فتره وبعدين خلاص اذا ما عنده شيء فني يبي ينكشف. بس انا عندي نقطه اللاعبين اذا ما اقتنعوا بالمدرب مستحيل يعطونه في الملعب. ذكر سلمان ابو عجب في بدايه حديثنا عن جاتوزو انه يدافع عن اللاعبين وشفنا مشكله دوناروما مع الجماهير دافع عنهم حتى لو انه يمكن ما فكر انه يتكسب من الجماهير اهم شيء عنده لاعبه وشفنا حتى يمكن في غرفه الملابس دموع دوناروما وان بنوتشي وقف وياه. رايك في دفاعه؟ هذا من الطبيعي يعني انت كمدرب لابد انك تصير خط الدفاع الاول عن لاعبينك وتحمي لاعبينك سواء من هجوم الصحافة من هجوم الجماهير لأن تبي لاعبك يكون مركز في مبارياته مركز. ودون الرامة كان لاعب صغير يعني من الطبيعي أن المدرب يوقف معاه يكتسب خبرة جاتوزو وعارف يتعامل مع الضغوطات الإعلامية والجماهيرية. دون الرامة تكلم عن لاعب عمره 20 سنة صار عليه ضغط رهيب جدا اكثر من يعني طبعا ضغط اكثر من عشان كذي كان من الطلاب جماهير صحيح. فمن الطبيعي ان المدرب وهذه من ميزات المدرب الناجح يعني مثل ما تفضلوا صحيح كلام محمد سعيد انه المدرب لابد انه يعكس شخصيته هو كمدرب على اللاعبين بالتالي تبين في ارضيه الملعب. بس انا مو معاه انه يكون انه بس الحماس ممكن اذا شفنا اكثر من مدرب وعطى ابو خالد سيميوني الان كم موسم مع اتلتيكو مدريد لحد الان في كل مباراه تشوف القتال والروح العاليه متواجده في اتلتيكو مدريد يمكن هو صار عنوان لهذا الشيء. بالتالي فكر بالتالي فكر بالتالي ما اعتقد لا وفي يعني يبقى جاتوزو لاعب قيمته الفني يبقى لاعب دولي لاعب درب فرق يمكن الخبره الصغيره اللي او الفرق اللي دربها ما لها تاريخ لكن يكتسب ممكن خبره مع واكبر دليل انه تعامل مع الضغوطات اللي الضغوطات الكبيره بالدوري الايطالي. تتكلم عن اي سي ميلان نعم. فريق يعني عملاق من عمالقه اوروبا وبالتالي تاخذه في هالحاله السيئه وتخرج فيه يمكن الحين وثلاث انتصارات متتاليه اعتقد نجاح. نسمع ابو خالد. خلنا اقول لك نقطه مهمه في المدربين. اي مدرب لما يشوف اللاعبين اللي عنده الامكانيات بناء عليها يبني شنو الاسلوب او الطريقه اللي يلعب فيها. اعطيك مثال كبير الحين حدث في الفتره اللي طافت مدرب منتخب مصر وصل كاس العالم كوبر. فانا كنت قاعد طالع القنوات المصريه بعد المباراة يمكن الساعة 1 كذي بالليل قابلوه بالفندق اللي هم سكنهم بعد المباراة مباشر فسأله قال أنت يعني طريقتك وكذي هذا قال لا يمكن إني أصعد كأس العالم غير الطريقة اللي لعبت فيها مع منتخب مصر لا يمكن بالنسبة لي إني أصعد كأس العالم غير الطريقة اللي لعبت فيها. هذا ثقة في العمل وين وصل الهدف وصل ولا ما وصل وصل الهدف بس بالطريقة وبالأداء اللي هم ما يحبون الجمهور أو ما يبي الجمهور لكن وصل. نفس الشيء كونتي العام اخذ ويا تشيلسي بطوله غير اسلوب طريقه اللعب شاف انه اكثر دفاع
ويلعب على هجمه مرتده ونجح بالامر هذا. والاهم انه تخدم امكانيات لاعبين. امكانيات لاعبين هذا اهم شيء. نعم. اهم شيء هذا اتصال ورد على ناصر على نعم. شلون بارك ذا باص اقوى بارك. رد على ناصر انا ودي ناصر كان ويانا. نعم معنا اتصال. محمد صبحك الله بالخير. الله بالنور. شلون اخوي مشاري؟ حياك الله يا محمد تفضل. احب اصبح عليكم ان شاء الله على اللي معاك. حياك الله تفضل محمد. بس عندي نقد بسيط على محمد حسين. مشاكل كلها محمد سيل تفضل قول. هو دائما يحب ياخذ تصريحات ياخذ عليها رتويت ياخذ عليها يكون هو بلوت يعني دائما عشان ضد برشلونه. بغيت بس اقول شغله. الموسم اللي طاف باعتراف من دريبت الماركه اللي هي المدريديه تقول اذا ريال مدريد خذوا الدوري راح يكون بوصمه عار انه ملطخ بالاخطاء التحكيميه باعتراف منهم موجود ومذكور وحتى على قناة الجزيرة ذاعوا. هذا السنة طافت طبعا كل سنة تصير أخطاء بس أنا بشكل عام أقول برشلونة بعض المرات تصير لهم أخطاء وريال مدريد تصير لهم أخطاء لكن بصورة عامة الدوري الإسباني حكام الدوري الإسباني هيشنة حكام ما عندهم أي شيء حتى لو تلاحظونهم بالتشامبيونز ليج ما قاعد يأخذون منهم واي. شوف منو ذكر لي حكم إسباني قوي قاعد يأخذونه حق النصف نهائي. كل شكر لك يا محمد. معنا طلال صبحك الله بالخير يا طلال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا طلال. الله بخير جميع. حياك الله. تفضل. إن ما عندنا شيء طال عمرك حبينا نصب عليك ولا اللي عندك والمدربين الكبار وإخواني كلهم. وحب أسلم سلام خاص الأخ الكبير الكابتن والكبر لله وحده أخوي سلمان عواد السربي. حياك الله يا طلال. حياك الله. شلونكم طيبين إن شاء الله. الله يسلمك. تفضل. صبح على الاخ احمد عبد الكريم ابد حبينا نسلم عليكم بس ونحتفل. تسلم كل الشكر لك يا طلال. نرجع محمد سهيل المتصل يقول انت دائما تسوي شو وعشان رتويت بعد الهواء. استغفر الله عشان اسوي شو عشان رتويت. قال محمد يعني عشان مقطع راح ينقص بعد الهواء وبعدين بعدها وانتو رتويت لك شار رتويت وشار طفنا المرحلة هذه. شوف أنا شوف في طبيعة الحال واحد دائم يبني آراء على العاطفة نقول دائما غالبا عليه العاطفة. محمد سهيل محمد سهيل خلنا كده محمد سهيل مدريدي متعصب واضح يعني من كلام. لكن أنا أقول له لا يعني لا يمكن أن تبني دائما آراءك محمد على التعصب. في بعض الأحيان لازم شويه خلاص واحد تشلساوي لا بس لا 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 الاكثر ما في كلمه ما على برشلونه وبرشلونه تعاطف ويا تشيلسي لكن في بعض الحقائق لا يمكن انك تغطيها. ما يعني اذا تشيلسي سيء نقول عن الحين تشيلسي سيء الموسم اللي قبل اللي طاف مورينيو وصل الفريق انا من معجبين مورينيو نعم لكن وصل عشان فرق انت 17 وصل ل 17 نعم. هل نمدحه ما يصير. زين وصلنا مشاهدينا الى فقره الونتو مع ضيفنا عبد الكريم. جاهز ابو خالد؟ جاهز. ننتقل معكم الى الونتو. ابو خالد منو الافضل وائل سليمان ولا سلامة هادي؟ والله يعني اثنين مبدعين لكن وائل سليمان خبرته اكبر. يعني افضل حارس في تاريخ الجهره مطير شرقاط ولا فرح دبشه؟ مطير شرى مطير. يزعل عليك ابو فيصل. أبو فيصل حبيب لكن مطير يمكن يعني الفترة اللي كنا فيها والدوري كان مطير هو حارس المرمى اللي خذنا فيها الدوري. من الأفضل سامح حسين ولا خالد جار الله؟ والله اثنينهم صراحة يعني خالد جار الله وسامح حسين لكن يمكن سامح حسين لعب أكثر مع المنتخب. يزعل عليك أبو عبد الله. ما يزعل أخوي أبو عبد الله. لو وصلك عرض للتدريب القادسية وعرض للتدريب العربي بنفس القيمة من بتختار؟ قادسية. قدساوي؟ لا العربي عنده مشاكل كثير. اللاعبين الغاتسية مميزين مميزين اللاعبين الغاتسية مميزين يساعدونك كثير في انك ممكن نعم يعني تعمل شيء. من الافضل فيصل زايد ولا سلمان عواد؟ فيصل زايد بطل عشية الحين خلاص عشية. افضل مدرب عملت معه بونياك ولا داسيلفا؟ ده سلفة صنع الفريق اللي الحين حاليا ده سلفة صنع الفريق حقيقة. يعني هو كول الفريق كان كله درجة ثانية درجة ثانية
دا سيلفا 3 سنوات صنع الفريق، وأول ما وصل دا سيلفا قال هدفي إني أوصل للنهائي. أنا أشوف إن دا سيلفا هو صنع الفريق هذا. من تتمنى يفوز اليوم من الدشين اليوم في نهائي كأس الأمم الأحد؟ كلهم فريقين، لكن بالنسبة لي أنا حسين ولد أختي، يعني أكيد أتمنى إنه يفوز الكويت يعني أساس حسين. أي لأنه ما عدني نص الغيمة يعطيني الفوز ما تلفوز. أشوف أشوف. كرت أحمر تعطيه شخصية رياضية، إعلامي، لاعب، إداري، كرت أحمر. والله يمكن أعطي كرت أبيض، كرت أحمر ما إيه؟ ما في كرت أحمر يعني منو أعطيه شخصية رياضية يعني ما أعتقد في سلمان. لا أبو طلال حبيبي، أبو طلال أخوي، أبو طلال ما أعطي كرت أحمر. إيه ما في شخصية رياضية كلاعب كإداري. شاري خلني يمكن تبنشر علي سيارة أخذ من البيت وياي أنا شبيت على سلمان. كل الشكر لك يا أبو خالد، يعطيك العافية. نعم مشاهدينا، اليوم نهائي كأس أمم ولي العهد بين القادسية والكويت، نبي ناخذ توقعات روادنا على السريع ونختم. أحمد عجب أكيد. والله لا والله مو أكيد، أتمناها تكون مباراة تليق في اسم البطولة يعني. ليش مو أكيد أن يكون اتحاد؟ الحين حياد أبو عجب. وجود سيدي ولي العهد شيخ نواف الأحمد هو الشرف الكبير طبعا مصافحته. أتمنى تكون مباراة جماهيرية تليق بالمستوى. 6:15 في استاد جابر ان شاء الله. نعم تبون تذاكر حاضر. فاقول لك اتمنى تكون مباراه ممتعه من طرفين ويستمتع الجماهير. توقعاتك؟ اتمنىها مباراه حلوه. ما مو تساوي؟ اتمنىها مباراه حلوه. اي الاتحاد خلاك كذي ابو عجب. شو تسوي؟ قول قول شو اسوي؟ خلي اللي بالقلب بالقلب. احمد كريم توقعك ويا الكويت؟ انا اتفق ويا ابو عجب، ان شاء الله راح تكون مباراه جماهيريه ومباراه ممتعه، فريقين يملكون امكانيات كبيره. توقعك؟ الكويت 2-1. محمد سيد توقع القادسيه 2-1. بطلال انا اتوقع تعادل، وبعدين تروح البلنتيات. من يفوز؟ ما ادري، انا اللي شفته تعادل. شفته تعادل. وصلنا الختام، احمد كريم نجم نادي القادسيه ونجم نادي الجهر السابق واللي طموحك تدرب نادي القادسيه ومدرب السابقات، كل الشكر لك، يعطيك العافيه. انا شاكر لك اخوي مشاري، وانا تشرفت بالحضور معاكم، وشكرا على هالبرنامج المميز واللقاء المميز، واكرر شكري لك وبطلال ان شاء الله ان اليوم يعني بطلال مساء تقول لي كرت احمر حق بطلال، وهذا لا بطلال اخوي وما يستاهل. نعم. وهو مبدع في عشاء اذا بعشاء نروح وياك. كل الكلام هذا عشاء العشاء في بطل فاتح قريب عندكم يعني موجود قريب عصير بطلال عصير. نعم وصلنا الختام مشاهدينا، موعدنا يجدد معاكم باذن الله يوم الاحد، نقولكم مع السلامه.